صباح لبنان وصباح الخير لكل الأشخاص اللي عم يترافقوا معنا بها الصبحية. بدي أتوجه بالمعيدة بحلول عيد الفطر السعيد لكل اللبنانيين عموما، المسلمين خصوصا، لكل الأمة العربية وللعالم، على أمل أنه هالعيد يحمل سلام ولو عم نحلم فيه، ولكن املنا دائما كبير بالرب لان ما في شيء عنده مستحيل لحتى يتحقق. صباح الخير رنا. صباح الخير شادي، ميرسي وعليك بالخير، وصباح العيد لكل الاشخاص اللي عم يتابعونا. يعني مثل ما قلت، بنحلم بالسلام ولازم نضل نحلم بالسلام، وللاسف كل اللي عم بيصير حوالينا بيخلينا انه نقول ونشدد اكثر على هيدا الموضوع. ان شاء الله العالم العربي ككل يكون مرتاح أكثر ويكون عم يطلع من الأجواء يلي هو موجود فيها. ودايما العيد بيكون هو بصمة أمل، بيكون يعني وقفة فرحة وابتسامة لكل الأشخاص. صحيحك الحال، العيد دايما هيك رجاء بالأفضل، وخاصة إذا كان عيد ديني. صحيح. بيحمل لك هيك صلاة صغيرة بداخلنا، فصلاتنا اليوم يمكن ترتفع للأطفال يلي عم بموتوا بالإبادة يلي عم بتصير بحقهم بغزة، بكل الوطن العربي، بالعراق، بالعالم، وين ما كان في قهر وفي ظلم. ما بعرف يمكن مفهوم العيد قديش فينا نحكي عنه بظل هالأوضاع المأساوية، ولكن برضو بضل عنا هيك بسمة صغيرة نقدر نرسمها. مثل ما رنا هيك عائلة أصدقاء بعرفهم حالتهم المادية ميسورة شوي، ولكن عملوا هيك حركة تعتبر مميزة بخلال فترة العيد. يعني هن عندهم 6 أولاد، فكل طفل منهم بدل ما يجيبوا له لباس كامل، يعني بتعرف كل واحد بحب يشتري ثياب جديد على العيد، ولكن للاسف يمكن ناس منا قادره هالقد تكون ميسوره. فهن الحركه اللي عملوها انه كل طفل من اطفالهم اشتروا له ثياب كاملين، ولكن نقصوا قطعه واحده الولد اختارها، يعني يمكن او تيشيرت او بنطلون او شوز، ما بعرف، قطعه واحده نقصت، وهالقطعه انشرى فيها قطعه جديده لولد طفل هن بيعرفوه بحاجة انه يكون حدا معه بالعيد. فعلى امل يكون كل شخص يمكن لقى شخص تاني يرسم له هالابتسامة الصغيرة على وجهه. هذا مفهوم العيد ببعضه الاهم، وقد حلو نربيه مع اولادنا من هن وصغار. اكيد على كل الاعياد، يعني هلا بغض النظر على كل اللي عم بيصير، الاعياد هي حاجه مش بس دينيه، هي حاجه كمان نفسيه واجتماعيه بحياتنا، لانه بتخلينا نطلع من الروتين يلي بنكون موجودين. صحيح. فيه ونعيش هيدا الفرح يلي بيكون موجود، يلي بيحمله لنا او بتحمله لنا الاعياد. فعن جد ان شاء الله هيك يكونوا كل الاشخاص مرتاحين ومبسوطين، ومثل ما دائما بنقول على كل عيد ان شاء الله الاعياد الجاية منكون مرتاحين فيها أكثر. أكيد. على كل حال رنا، أنا بدي أشكر كل الأشخاص اللي تابعونا خلال شهر رمضان المبارك، كل الضيوف اللي كانوا معنا بهالحلقات الخاصة، يعني تقريباً 30 حلقة، بما أنه البرنامج مش يومي، يعني فينا نقول 26 أو 25 حلقة خلال شهر رمضان المبارك ترفقنا فيهم بسبيسيال رمضان مع أشخاص شرفونا ببرنامجنا لنحكي تحديدا عن هالشهر الفضيل. جمهور بعقد تابعنا كمان إن كان على سوشيال ميديا أو حتى صوت للحزورات اللي كنا عم نطرحهم كل يوم. أكيد بكرة رنا رح نعلن عن أسامي الرابحين الثلاثة وجوائزهم، هن ايباد ولابتوب وتلفزيون طبعا. صحيح. رح يستلمون من صباح لبنان وتلفزيون لبنان. فشكرا لهم. وانا بدي اضيف شغله كمان، انه برنامجنا نافس بموقع الكتروني على افضل برنامج رمضاني صباحي، فاكيد شكرا لكل الاشخاص اللي حطونا بهالخانه، وهون دليله على انه صباح لبنان كان قد التحدي برمضان. على كل هون دعوه لكل الاشخاص اللي عم يتابعونا نهار بكره، كونوا موجودين معنا وتابعونا ايضا لحتى نعلن عن اسامي الفائزين والفائزات ان شاء الله كمان. ومثل ما كنا عم نقول لكم، على مدار الشهر الفضيل كانت اساميكم عم يدخلوا القرعه، بمجرد انكم طبعا بعثتوا الاجابه الصحيحه على الاسئله يلي كنا عم نسالهم. اليوم الحلقه كمان رح تكون حلقه سبيسيال، ما رح نعلن من هلا شو عنا
بالحلقة، ولكن ما فينا نبلش نهارنا بس فينا نعطيهم هيك هنت صغيرة انه رح نكون كلنا موجودين بالحلقة، عم نحتفل بداية كلنا سوا مع بعضنا بفقرات متنوعة. عادة العائلة بتجتمع على العيد، فعائلة صباح لبنان اجتمعت اليوم كلها على حال نحن انعكاس مصغر لهالمجتمع اللبناني والعربي اللي عم نترافق دائما بصبحيات يومية نحن وياهم، ولكن بدايتنا ما في مهرب منها خصوصا بعد 4 أيام فرصة يعني ضروري يعني هلا لازم تتابعوا هذه الفقرة، لأنه بعد العيد وبعد كلنا يعني ما حدا إلا من عزم وما ظهر ويمكن بحاجة أنه نرجع هيك انشيب. صحيح، ورح تكون فقرة رياضة اليوم مع إلي شديد. صباح الخير مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم، انا اليوم معكم من الهوبس فريق المطار بيروت، متشكرين انه استضافونا كمان مره هون اليوم. اكزرسيسات كثير مهضومين حلوين، اكيد كمان فيكم تعملوهم بالبيت، واكيد اللي بيروح على الجيم كمان بيقدر يعملهم بيستفيد منهم هنيك بالجيم. حبلش انا اول اكزرسيس اللي هو بس بلا ويت بلا شيء، اللي هو بالبادي ويت تبعنا سايد لانجز. مثل ما كنتوا بتعرفوا تعملوا فرونت باك، هلا عندنا السايد اللي هي نوقف بهالبوزيشن، بس بدي زيح لهونيك وارجع لمحلي. تو، هاي الاجر اللي بتضلها ثابته محلها بدها تكون ستريت. 3، ايدينا حسب انتم كيف بتلاقوا الاكليبر تبعكم بتحطوهم، انا طريق شخصيا بلاقيهم بس القطهم بعض. 4، 5، 6، الرجعه عم بتكون بهاي الاجر عم بتفشها لورا. 8، 9، طلع شوية هوا. 10، تاني اجر. 1، اهم شيء يكون في سيمتري، يعني قد ما بعد من هالميلة خليني بعد من هالميلة. 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، and 10. تاني اكزرسيس هو lateral raise للشولدر، رح نعملها full range يعني 180 درجة 180 degree، ورح اقول لكم كيف معقول نعملها تما ناذي كتفنا اكيد. حنطلع straight elbow ممدودين على الاخر، بس نوصل على 90 degree نعمل rotation ونكمل طلوع لفوق، بس نوصل كمان نرجع على 90 degree نعمل rotation وننزل لتحت. هون اول ما نطلع اول 90 ديجري بكون شولدر عم يشتغل، بس نعمل روتيشن ونرجع نطلع من 90 ديجري ل 180 ببلش الترابيز او بعض عضلات الظهر هن اللي يشتغلوا الفوقانية، لكن رح نبلش 10 مرات. 1 2 3، محبزة هاي أكتر تنعمل بالدمبلز مش بالإلاستيك باند، ترتاحوا فيها أكتر بتتحكموا فيها أكتر. 4 5، أكيد بس على فوق 90 ديجري انتبهوا على رقبتكم دايما دبل تشين منقرب دقنا على رقبتنا. 6 7، ثمانية، 10. البيجنرز فيها اللي بعدهم بلشين فيها ما يبلشوا حتى 1 كيلو معقول يكون يحسوها ثقيلة عليهم، بلشوا شوي شوي وعمهلهم. اوكي، ثالث اكزرسيس تبعنا هي البوني، نحن واقفين رح نبلش هالميلة اللي هي رح نشتغل على الاوبليك اكثر شيء، يعني اجر شوي صغير صوب ورا، اجر الثاني ستريت ثابته بالارض ناخذ الابوي عليها، ايد الثاني الايد في ايد على الخصر او ممدوده، وايد ثانيه فوق الراس ونبلش. 1 دائما شادين معدتنا. 2 3 4
5 وهيدي قد ما فيكم فيكم تعدوها 6 انا رح اعملها 20 تايمز 7 8 9 كل ما نطلع لفوق قد ما فينا شدوا على معدتكم 10 1 2 3 4 اكزرسيس كثير حلو 5 6 7 8 9 اخر وحده من هالسايد رح نعمل ثاني سايد كمان اجر مثل ما قلت لكم ورا الثانية الأقوي عليها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وهيدي 10 رابع اكزرسيس تبعنا رح يكون على الارض بلانك مع ليج ريز ليج ريز لورا اللي هي بتشغل عضلات المؤخره فيكم تقعدوا بهالبوزيسيون ونشتغلها فيكم تلقوا ركبتكم هيك بس تلقوا ركبتكم بتكونوا خففتوا بريشر على المعده ما بقى بتكونوا عم تشغلوها مثل ما لازم وحنشغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نبدل واذا انتبهتوا ما بعلى فيها كثير ما بعمل ارك بظهري 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 هول الاربع اكزرسيسات تبعولنا لليوم رح اذكركم فيهم اكيد اعملوهم 3 سيت ريحوا 2 مينت بيناتهم لانهم طوال حنبلش اول اكزرسيس ريحوا من بعده لايك تقريبا 30 ثانيه ثاني شوي اطول مشان تريحوا شوي كتافكم حبلش اعيد لكم اياهم على السريع هيدا اول اكزرسيس three four five انتو بتكملوها على التان انا رح فرجيكم تاني ميلة one two three four and five تاني اكزرسيس lateral raise shoulder ما تنسوا 180 درجة بدنا نطلع هاي one في rotation بس نوصل على 90 ديجري بالطريقين 2 3 وبتكملوها لل 10 كمان ثالث اكزرسيس حيكون البوني اجر ورا اجر قدام 1 2 3 4 5 بنكمل لل 20 1 2 3 4 and 5 ورابع اكزرسيس اللي هو البلانك وانا بفضل اكيد ما تحطوا ركبتكم على الارض ونعلي نعمل ليج ريز 1 2 3 بنكمل لل 10 1 2 3 واكيد بنكملهم لل 10 بتعدوهم بعد مره وانا بشوفكم بكره باي نشاط امل ابتسامه اكيد كلها مكونات اساسيه لننطلق بنهارنا واكيد في كثير بعد ناطرنا ب طبعا وخاصه اليران على طول هيك بيختم اوقات الريبورت مثلا بيسجل هدف بنشوف اذا النهار يعني هذا مثل اتس جود لك فاليوم الهدف هيك دونك كان سجل العريس فخلص. اكيد لازم يكون هذا هدف العريس ماشي لازم الحظ يكون لجانبه طبعا كان العرس دخلك السبت او الاحد سبت متى كان العرس يا جوزيف صباح الخير ينعاد عليكم شباب وعليكم على كل مشاهدينا كمان كيف كان العرس تمام كثير حلو كان
عقبالك. كان نهار السبت ومش الاحد بس الأحد. كان كتير حلو. اليوم رح نحكي اونلاين ميديا، نحكي صحيح. شوي يمكن نرافق الهاشتاجز تبع العيد، نشوف شو كان في احداث مؤخرا على الساحه الفيسبوكيه والتويتريه مش بس فيسبوك وتويتر، حتى لبنان كله اذا بدك، والعين بالاحداث بالمهرجانات. وهلا رح نحكي عن الموضوع اكثر، بس كمان مثل ما كنا عم نحكي بدنا نقول مبروك لزميلنا الي لك كمان وعقبالك. كمان كان نهار السبت ولعان، اكيد كانت ولعانه. نحن طبيعي بصباح لبنان ما بنمر اي ايفنت او اي حدث ما بنحكي طبعاً. عنه شو رايكم هلا نشوف شيء نهار قبل ما نفوت بالسجن، قبل ما نفوت خلينا نشوف، يلا رح نحضر شيء. في مع العروس اكيد بدنا نقول له الف مبروك لإلي شديد زميلنا بالفقره الرياضيه لساندرا، ان شاء الله بيتهنوا. ساندرا اكيد اخته لجوزيف، بس حدا يصل العالم نعمل مبروك لجوزيف. هلا بس ما كان معه خبر، ما حدا كان معه خبر، بس هي سينتيا اشتغلت على الموضوع لحتى نعمل هذه السربريز. كمان داني عقوري اكيد بدنا نشكره، وهذه سربريز وعقبالك ميرسي عقبال كل اللي عايزين. يعني في انت هلا، في شادي، في جو، مين بعد مين في من الصبايا عندنا؟ مايا، في عندنا مايا. مايا هلا لحظه، هلا نقلته لعنا بس انه عندك عروس تحت ايدك يعني جاهزه؟ لا انا مخسر هذا الموضوع، بس اكيد نتمنى لكم انه تتجوزوا على السريع لانه حلو. هلا نتمنى له لإلي بدنا ننق على إلي هلا انه يلا بالولاد هلا على السريع شوي شوي خليهم ينبسطوا. هلا اكيد تحياتنا لإلي اللي هن هلا بشهر العسل، إلي وساندرا. ورح ننتقل نرجع على صحيح، رح نحكي سوشيال ميديا رنا، ولكن الاونلاين ميديا مش دائما بتكون عسل مثل ما عم يحكوا. يعني مثل ما في اوضاع مأساوية بالوطن العربي، في اشياء حلوه كمان عم بتصير كمان، ولكن نحن بنضوي على الجهتين. اونلاين ميديا مع جوزيف وبيير. يعني بيير اليوم اول شيء عن شو بدنا نحكي؟ في عنا اشياء كتير نحكي فيها، يعني في احداث كتير كانت عم تصير بالبلد وعم ينحكى عنها. طبيعي كان في البوم اليسا يلي اطلقته نهار الاثنين، بنفس الوقت تزامن كمان انه كان في عنا كمان جوليا اطلقت اغنيتها الجديده الحق سلاحي. بالاضافه كمان بنحكي شوي عن شويه فيديوز بالعالم. دائما لازم الفيديوز يكون لهم يعني بلشوا العالم بضحكه. نبلش دائما بضحكه. بقى خلينا نبلش اذا بدك اول فيديو. هذا 100% اكيد لبنان اللي عم يسوي، لانه لبنان اللي عنده سنسر بالسياره مش ما بيعبروا. انا اصلا اخترعوا السنسر، بتعرف كرمال مين اخترعوا؟ كرمال النسوان، لانه مو بعد عندهم مشكله النسوان برا لورا عندهم يعني مشكله. بعدين اصلا يعني كذا مره كنت بالسياره مع حدا بنت وبيكون عم بيزمر السنسر وما معه خبر، وبالاخر السنسر راح يكون عم بيخبط لها على السياره وضل تضل ريش على تضرب يعني. بقى كثير معلوم. فا يعني عن جد سنسر دقيق هيدا على السياره كمان. هلا بالفيديو الثاني شوي له علاقه بال فيك جوزيف لانه انت بتحكي بالتكنولوجي. بالتكنولوجي الايباد والتابلت. خلينا نشوف هذا الفيديو نحكي عنه. شو جوزيف؟ انا ذكرني بحدا على فكره. مين؟ واعطاني فكره ريبورتاج على فكره، بس يصير صباح لبنان له سنه على الهواء، عم فكر اعمل ريبورتاج بس نصوره عنا بالمكتب فوق. كلنا بنضل على التليفونات وعلى الباد. في شخص على طول عنده مشكله عنا بالتكنولوجيا، دائما بيقول جوزيف جوزيف. دائما بيلجأ لجوزيف. دائما بيلجأ لجوزيف. هو هون يمكن هيدا
الكليب هو شوي يمكن على مسخره اكثر انه عم يشجعونا العالم قد ايه عم تتكل على التكنولوجي بكل شيء فعليا. يعني مثل ما كنا عم نقول مره من المرات بالفقره انه صار في ابلكيشنز لكل شيء تقريبا ما عدا اللي شفناه هلا بالفيديو بس يعني يمكن نوصل شي مره لهيك شيء. معقول لهالدرجه؟ معقول بس مثل ما قلنا يعني هذا ايرونيك بيقولوا بس على فكره هي التكنولوجي حسب انت شو بتستعملها. يعني نحن مثل ما بتعرف نحن عم نغطي كثير ايفنتات. على فكره بدي اقول شغله لكل المشاهدين انه انا بنصحكم ما تشيلوا عينكم عن صباح لبنان، لانه رح اخبركم شغله. نهار السبت كنا عم نصور بدهور شوير، كنا عم نصور مع السوبر ستار راغب علامه، امبارح كنا عم نصور باعياد بيروت مع سلطان الطرب جورج وصوف، اليوم عنا مع السيدة لا مع السيدة ماجدة الرومي. بقى ريبورتاجات ورا بعض هون عنا كتير عنا ريبورتاجات رح يحضروا، ما بنعرف أنتين سنتين عم بتحطون على الكوندكتور بيطلع على الريبورتاج. بقى أنا بنصحكم ما تدقروا ريموت كنترول وتعملوا زابينج كتير، خلوا عينكم بس على صباح لبنان لأنه عن جد عنا كتير ريبورتاجات. واللي ما بيقدر يحضرنا إذا كان بالشغل على اليوتيوب يرجع يتابعنا على اليوتيوب أو على بيج تليليبان .com.lb بيفوت على البرامج بفوت صحيح. على صباح لبنان خاصة يعني ابتداء من اليوم. يوم عنا حلقة سبيسيال بعيد الفطر وعنا ضيوف كتير سبيسيال. يعني هلا حسب ما عم شوف على الكاميرا في معنا الإعلامي روبير فرنجي صار معنا بالاستوديو كمان جاهز ليطلع، ونهار الجمعة عنا كمان ضيف الحج، عنا حلقة سبيسيال لعيد الجيش نقول القصة بحلقة سبيسيال لعيد الجيش. يعني عنا حلقاتنا شوي حامي. خلينا ننتقل للموضوع الثاني. موضوعنا الثاني عن نانسي عجرم. نانسي عجرم طلعت عبر اليوتيوب، هي الفنانة الأكثر مشاهدة عبر اليوتيوب. تعرف قبل كان في مريم فارس كانت أكثر فنانة عربية عمل عليها سيرش، بس نانسي عجرم ب 240 مشاهدة عبر اليوتيوب. بقى منقلها ألف مبروك، وكمان يعني هي هلأ بمصر كانت عم تحيي حفلات بمصر رح تحيي السياحة شوي على أمل نشوفها ببيروت. رح نشوف لها كليبين هلأ. خلينا نشوف. يعني أنا ما بستغرب نانسي يكون عندها 240 مليون فيوز الصراحة. صحيح بتستاهل. وما تيجي هنا وأنا أحبك يعني كتير أخذت ضجة، بس بدي أسألك ليه حطيت الكليبين بقوسي وقت تيجي هنا؟ هلا بما إنه نحن تلفزيون لبنان، تلفزيون كل العائلة كل العالم بتشوفنا، عنا هيك وهيك، عنا هيك وهيك. هلا البقوسي للأولاد اللي عم يحضرونا هلا اللي بحبوها، هلا ما تيجي هنا الرجال بحبوا يشوفوا ست حلوة على التلفزيون، نانسي ست حلوة، والسيدات يلي برا تعمل عمليات تجميل فيها تاخد فكرة من نانسي كمان. عادي يعني إنه هيك منكون رضينا الكل. في للكل يعني. في للكل هيك وهيك. هو نانسي يقول دائما يعني عندها كذا ستيل، عندها كذا يعني لوك إذا بدك، شيء كتير حلو، شيء سكسي، شيء للولاد، شيء للولاد، شيء أكتر يعني حزين بفيديو كليبات معينة، فعندها من كل شيء، بيبقى لكل شيء. صحيح، وهي أكتر شخص ستيبل حتى بحياتها الخاصة، كتير ستيبل عكس باقي الفنانين. كتير برايفت كمان. وكتير برايفت لأنه جوزها مش من الوسط الفني. بقى كمان من قلها مبروك لنانسي عجرم على 240 مليون مشاهدة. رح ننتقل هلا لموضوع تاني، رح نضلنا بالأجواء الفنية مع النجم محمد اسكندر. بتعرف من بعد الكمباك تبعولته مع ابنه فارس اسكندر بلش يكتب له كلمات، بلشنا نشوف أغاني شوي مش كتير معودين له يعني انتقد النساء اللي بيشتغلوا واللي بيتعلموا. احنا ما عنا بنات. صحيح، وانتقد كمان النساء بيعملوا عمليات تجميل كتير. هلا من اخر غنيه هي العالم جنت يا الله، رح نسمع مقطع منها ونرجع منعلق على الموضوع. كل الاغاني يعني كثير كاتشي، كثير هيك بتلقطها دغري، بتتعود لها دغري سريعه. صح، حلوه. بس انا بس بدي افهم، بس يا رب يفهمنا شو بده من الناس. هو مثل ما قال الغنية من اغانيه نحن ما عندنا بنتك حناني وحبي ايه عيبي جمهوريه قلبي وعاطفتي وحناني، فا يعني هو هذا الشيء بدوي من حبيبته. بس يعني معلش، يعني نحن لو ما في عنا كمية نسوان مثلا تشتغل عنا بالريجي ما كنا نحن طلعنا على الهواء. يعني بشي نهار بدنا نصور الريجي ونرجيكم صف البنات او النسوان اللي قاعدين بالريجي. يعني معلش، يعني اليوم المرة دورة كتير مهم صار اكيد، يعني ساعات اوقات عم تتولى يعني امور. صحيح، الرجال مراتب كتير اعلى من الرجال. صحيح، يعني بدنا شوي نخفف هذا الدوز على النساء. رح ننتقل هلا شوي لموضوع جدي اكثر. مثل ما كنا عم نحكي نهار الاثنين كان او نهار السبت حتى كان في اطلاق
كليب الحق سلاحي، الحق سلاحي لجوليا بطرس. رح نشوف مقطع من الكليب وبنرجع نعلق عليه. عودنا جوليا بطرس بتغني لنا اغاني كثير وطنيه كثير حلوه. هلا هيدي يمكن الغنيه اكثر على الاجيال على الاحداث اللي عم بتصير بغزه، يعني 21 نهار، يعني كنا عم نسال هلا، يعني الايام عم تقطع بسرعه، انه صرنا نضيع حتى بالعد كم نهار صارت الحرب بغزه. مزبوط. 21 نهار، فوق 1200 شهيد، فوق 5000 جريح، وبعده العالم ما تحرك. جوليا مثل العادي، يعني الاغاني يمكن شيء كثير بسيط، بس ان شاء الله يوصل مساج. وجوليا مثل العادي بتكون موجوده بكل هالمواقف الوطنيه. اليوم غنيت الحق وسلاحي، كلمات نبيل ابو عبده، الحان زياد بطرس، وتوزيع ميشيل فاضل. شابوبا لجوليا بطرس، دائما موجوده، دائما موجوده. هلا في شيء بدك تذكرنا فيه؟ نحن قبل ما نختم الفقره بدي اذكر المشاهدين انه نحن بعدنا عم نعمل التوب 10 اذا بدك لاغاني الجيش، لعيد الجيش. فحيال لحدا عنده هيك يعني اقتراحات لاغاني، او بحب يكون عنده مثلا 10 اغاني ورا بعض لعيد الجيش، في يبعث لنا هن على الفيسبوك بيج او على الانبوكس، كرمال نحن نعمل مثل ستاتستكس او احصاءات، وحط نحن عندنا توب 10 بفكره اونلاين ميديا. هي البول اصلا ماشي هلا على الفيسبوك، فيكم بس في صوره شعار الجيش، بتكبسوا على اللينك بفوتكم هو على مطرح ما لازم تصوتوا. فهي رح تكون ماشي للخميس نص الليل لحتى نلحق نعمل التعداد المضبوط للارقام والنتائج، ونعرضه نهار الجمعه ان الله راد، نهار عيد الجيش اول اب. طيب، لكن نحن هذا كانت فكره اونلاين ميديا. ميرسي بيير، رح نكمل نهارنا بعد هذا البومبر. بدوري ايضا مشاهدينا، انا وزميلتي بيا بنصبحكم بالخير ومنعيدكم ايضا. ينعاد عليكي بيا. ينعاد علي وينعاد على كل المشاهدين اللي عم بيتابعونا. اكيد اليوم مثل ما بتعرف نحن عندنا الاجواء كثير حلوه ومعيدين، مثل ما بيقولوا مجتمع العائله مثل ما سبق وقالت زميلتي رنا، وان شاء الله يا رب كل العيال تكون مجتمعه بهذا العيد وتكون فرحانه، يكون هالعيد فعلا عم بيجمعهم على الفرحه، على المحبه، على التواضع، على السلام اهم شيء. يعني ان شاء الله يا رب كل الاطفال اللي عم بتروح بغزه، يعني ما بعرف شو بدي اقول بهيك عيد، قد ايه صعبه انه نحن نكون عم نعيد وهن فعلا عم يبكوا بكي يمكن بوجعنا لنا اكثر من بوجع اللي عم بيعيش هيدا الحدث. يعني بكل احوال العيد بده يجي على الرغم من كل الظروف، على الرغم من الوجعين الابرز اليوم بالوطن العربي، وجع الموصل ووجع غزه ايضا، هالوجعين اللي فعلا كلنا عم نحس فيهم على اختلافنا وتنوعنا، ولكن العيد بده يجي مشاهدينا، العيد بده يجي مع حلاوته، بده يجي مع وجعه، لانه العيد ما بيحمل بس فرح، العيد ايضا بيحمل وجع، العيد بيجي بعد فترة صيام طويلة، بيجي بعد فترة من التعب، فعلا فطر سعيد لكم وين ما كنتوا موجودين، استفيدوا يعني استفيدوا من العطلة. أنا خلينا نحن كلبنانية إنه بعد في عنا هيدا الشيء محافظين عليه اللي هي العيلة، خلينا نحتفظ فيها وتضل فعلا العيلة هي أساس بكل اجتماعاتنا وبكل أفراحنا، وإن شاء الله يا رب كل المسافرين إذا جايين يلتقوا بعيالهم يوصلوا بخير وسلامة، واللي رايح يشوف كمان عياله برا كمان يوصل بخير وسلامة ويعيدوا بفرحة كثير كبيرة. يعني وكل الناس ينتبهوا على حالهم بهذه فترة من كل مواضيع ما يوقعوا وما يسحطوا، بتعرفي فيها هذه الامور. بكل احوال الدراويش بتعرفي انت يا جو، انا كاين يا جو قصه الوقعه بتذكرني بالوقعه اللي وقعتها. ما حدا بيطلع بعد كل وقعه في طلعه 100% 100%. بكل احوال مشاهدينا، الدراويش من الفرق اللي بتحمل من تراثنا وبتحمل من تقاليدنا. طبعا شباب المصورين بوجهي عم بعيدوا بعضهم، فانا ايضا بدي لكم تحيه وينعاد عليكم من جديد. خلينا نشوف تقرير عن الدراويش بالموفن. Thank you.
كان تقريرنا مشاهدينا فعلا عن فرقة الدراويش. هذه الفرقة اللي بتحمل كتير من التقاليد، اللي بتحمل أيضا كتير من التراث. بتعرفي فيها يعني احنا من خلال هذا الريبورتاج رحنا وانتقلنا ما بدها يعني احكي فيها لعالم تاني فعلا. هيدا كنا عم نشوف نحن بالأحرى البعد الصوفي للديانة الإسلامية صحيح. يعني حتى الدورة اللي عم يبروها كانوا هن بطريقة كتير فيها رقي، فيها معاني، لأنه بكل بساطة هذه الدورة هي تعني الدورة الدموية، كيف الواحد هي صحيح. دائرية بحد ذاتها الدورة تمام. الدموية بجسد الإنسان، وبهذه الطريقة الانسان ممكن يوصل لربه ويصير عنده وتمجيد للرب ايضا اكيد بهذه الطريقه. وحتى كانوا الاشخاص الموجودين ممنوع كانوا يزقفوا، كانوا بس عم يسمعوا لهيدي الموسيقى ويشوفوا، لانه فعلا كنا عم في رقي بهذا، في صلاة بهذه الموسيقى. كان بكل احوال يعني من الدراويش وهذا الفن رح ننتقل للزميل فريدي نعيده من نوع اخر 100%. ينعاد عليك فريدي. ينعاد عليك. ينعاد عليك. اشتقنا. تمام انت منيح كثير هلا. لوين رح تاخذنا اليوم؟ من درويش لوين؟ عكوبة. 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 عند مين؟ عند جلوريا استيفان. يلا بالبيت هلا اتركنا. مش رح نطر المشاهدين كثير، مشاهدينا رح نتابع فريدي وفقرة موسيقى. صباح الخير مشاهدينا، صباح لبنان، صباح الموسيقى. اليوم انا مثل ما قلت لكم بدي احكيكم عن ارتست، شي از كيوبان ارتست اسمها جلوريا استيفان. هي مغنية كوبية أمريكانية، هي كمان سونغ رايتر وممثلة. اسمها الأصلي غلوريا ماريا ميلاغروسا فاخاردو غارسيا دي استيفان، مش مخليها عائلة ما تعتب عليها. استيفان جوزة إميليو استيفان لبنان الأصل. انطلقتها بتحكي شوي عنها قبل ما نحكي عن انطلقتها. غلوريا استيفان خلقانة ديبيو سبتمبر 1957 تقريبا، عمرها 57 سنة. كانت انطلاقتها بفريق ميامي ساوند ماشين يلي كان جوزها هو الباند ليدر معهم. اول غنية نزلوها، اول البوم بلوتو نزلوه كان Eyes of Innocence اللي اشتهرت بغنية دكتور بيت، رجعت عملت Primitive Love اللي كانت الهيت تبع غنية كونغا، ورجعت عملت Let It Loose يلي اشتهرت بغنية 1 2 3 وكانت Waste From You Rhythm Is Gonna Get You و Anything For You. بالعام 1989 تقريبا تعرف مثل كل شيء رجع فرط الجروب ميامي ساوند ماشين، وصارت جلوريا تشتغل لحالها از سولو ارتست. ضلت مع جوزها بس كل الكرو تغير، رجعت جابت كرو جديد. سنه 1993 نزلت اول البوم لها محكى بالاسباني اللي هو كان ميتيرا. ميتيرا اللي اخذ ضجه بذات السنه، عملت ثاني البوم لها كمان كان لكريسماس، كريسماس ثرو يور ايز. بس رح مرق لكم انا هيدا اول غنيه ميتيرا لالا وانا برجع لكم. هيدي كانت ميتيرا جلوريا استيفان، مش معقول كوبيه بدمون الرقص عن جد. جلوريا استيفان كانت بعد قبل ما تنزل هالالبوم كانت عملت اكسيدان سياره روحت ظهرها فيه، مشان هيك قعدت شي سنه ونص بالبيت ما قدرت. عملت كذا البوم من بعد ميتيرا، رجعت عملت كذا البوم سبانيش، البوم عملت ابرياندو بيرتاس، وعملت البوم كاريبيانا الما كاريبيانا مع الراحل المغني ديفا تبع اللاتين سيليا كروز. رجعت كمان ضلت بذات النمط وكفت بالسالسا الميوزك مثل ما تعودنا على ميتيرا. عملت تاني غنية لها بسبانيش ألبوم هي أوي، بسمعها برجع لكم. عن جديد بحييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. فقرة أجندة لليوم مع روبير فرنجي من تبع بعض لحظات. روبير صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيك معنا بالبرنامج. اليوم عم نستضيفك ككاتب يعني اعلامي صحفي تلفزيوني اذاعي، واليوم ايضا هذه تجربتك الثانيه بعالم الكتابه. هو في خيط بين الاعلام المقروء بالتحديد وبين الكتابه، مش بعيد عن بعضهم يعني. حتى بين الاعلام المسموع والمرئي والمقروء والكتابي كلهم بيتكاملوا يعني. اذا بدك موزيك هيك وكأن السلسله بتكمل 100% موزيك يعني فصيفساء يعني متكامل.
مزبوط هيدا كتابي الثاني ما لهم علاقه ببعضهم، يعني انا كنت بتوقع انه يكون كتابي الثاني عن الجزء الثاني من زرعني بارض لبنان اللي بيحكي عن الاغتراب اللبناني، مشاهير الاغتراب اللبناني بالسياسي وبالفن وبالشان العام. اشتغلت لي 3 سنين بشتغل على كتاب يعني رح يصير بايد القراء ابتداء من 17 اب، هو غابة الشمس عن السندينة الشعر العامي بلبنان اسعد السبعلي. اسعد السبعلي اللي انكتب عنه كتير، ومثل ما قال يعني الشاعر راح يعني بمجالسه قال بتصور، كان يقلنا بتصور وبتوقع انه كل زواري وكل اصدقائي كل واحد منكم رح يشوفني بزاويه بكتاب. وحتى الكبير العملاق سعيد العقل بتقبينه بجناسته قال بكره رح يطلع مئات الكتب والف الاطروحات، ورح يصير اسعد السبعلي ماده يعني تدرس ماده لاطروحات جامعيه. انا تناولت موضوع الغنيه اللبنانيه بهالكتاب اللي سميته غابه الشمس تيمنا باسم غنيته الشهيره غابه الشمس. غابه الشمس صحيح. صحيح. وحتى اقول انه شمسه بالجسد قد تكون غابت، انما شمسه بالغنيه بعدها عم تشرق وتضوي وتسطع. نعم روبير، انت كنت على معرفه باسعد السبعلي وكنت على علاقه، يعني كنت على علاقه صداقه قويه جدا، سجلت معه عشرات المقابلات والبرامج، وكان في صداقه شخصيه تربطني بعائلته. يعني كانت زياراتي لسبعل متواصله لبيته يعني، ورحب فيك بكل الاحوال 100%. يعني. طبعا انت اليوم عم تحكي بفضول وبمحبه اكثر وبشغف اكثر لانه ضيعتك سبعل بفهمك. بس بدي اقول بهالكتاب مثل ما حكينا انا ورئيس بلديه سبعل الشيخ حبيب طربي، انه اسعد السبعلي بهالكتاب رح ناكد انه ما انه ملك ضيعه ولا ملك محافظه. صحيح. هو ملك كل العالم العربي، غنيته اللي اعطاها واللي ما كان يحصل عدد الاغاني. كنت اساله كل الناس بيعرفوا انه كتب ولو وغابت الشمس وطل الصباح وياختي نجوم الليل، مش بس هود اللي كتبهم اسعد السبعلي، مش بس كتب لوديع الصافي. رح نشوف بهالكتاب، اللي بيشوف الكتاب بيعرف قديش فعلا في اسامي كتبها وديع وفي عدد الاغاني في الكبيره. نعم. رح نشوف الاشياء بخط الايد، بخط ايد اسعد السبعلي، بخط ايد المطربين اللي غنوا له، الملحنين اللي لحنوا اشعاره. رح نشوف صور نادره مغموره من ارشيف من البومات هالفنانين، ورح نسرد حكايات كل غنية وين كتبها، بديش باع على المطرب، كيف تنازل عنا، بأي حالة، بأي مطرح، بأي جغرافيا كان لما كتبها. في كافي الكبير من الأسماء، وديع الصافي مع حفظ الألقاب لهالعمال، نصري شمس الدين، صباح، نجاح سلام، جوزيف عزار، مروان محفوظ، سعاد الهاشم، هيام يونس. طبعا في اسماء رتلت، مروحه كبيره يعني، مروحه كبيره جدا من الاسماء اللي كانوا اعمدت الاغنيه اللبنانيه، نادين عواد، جوزيف ابو ملهب، مش ناسين حدا، معين شريف يعني باخر جلسه صحيح من الافواج الجديده. بايام اسعد السبعلي اليوم صاروا اسماء يعني عمد الاذن والعين. بهالكتاب يعني اللي هو غابه الشمس، لما عرفت بلديه سبعل واجمالا البلديات بتلتهي بالاماء بالزفت بالبركه وهذا الشيء طبيعي والشيء هذا واجبها يعني منا نحكي هيني. بادر رئيس بلديه سبعيل قال لي نحن عندنا المكتب العامي بالبلده. صحيح. ومين عندنا اهم من اسعد السبعلي نكرمه بكتاب. الرعيه رح تكون اكيد لهم، هو من منشورات بلديه سبعيل واحفاده فعلا. يعني انا وقت كنا مجتمعين المره الماضيه ببيت رئيس البلديه قالوا شيء كثير اثر فيه لما فلفشوا بالبروفا اخر مسودي بالكتاب. عم بيقولوا ان عندكم كلمه تقولوها اذا عندكم كلمه تقولوها، قلنا ما بدنا نحكي، جايين نسمع. بعد الجهد اللي عنده روبير بنعتبر انه روبير هو حفيده السادس. حلو كثير، وانا هذا الشيء كثير اثر فيه. روبير قديش اليوم السبعه لما نحكي عن قمه بالشعر، عن قمه بالعطاء للغنيه اللبنانيه تحديدا، البعض عم بيقول انه مع غياب السبعه غاب الشعر العامي اللبناني، غاب جزء كبير يعني ما فينا نعمم الموضوع. اليوم انت من خلال فلفشتك لارشيف السبعه، من خلال اطلاعك على كل هذه المواضيع، قديش بتشوف انه معقول بعد يكمل الشعر العامي السبعه يعني لاسعد السبعه حتى بعد غيابه؟ يعني اليوم قديش في قصايد معقول ترجع تغنى من جديد باصوات جديده، لانه فعلا في قصايد مطبوبه محطوطه بالمكتبه بالارشيف، قديش بتشوف انه معقول اليوم تصبح اغاني من جديد هذه القصايد؟ سؤالك قد يكون متشعب شوي. بس خليني افتح مزوجين صغار لاقول انه ما نسيت اذكر وداد
وهناء الصافي اللي غنت له أغاني الأطفال. ردنا على الجزء الأول من سؤالك إنه قديش اليوم الغنية اللبنانية بعد فيها إذا بدك من نفس ومن روح يعني في ولو اليوم علي. في ولو في غابة الشمس في عنا هذا الشيء في طل الصباح في تراث كبير. خليني أقول إنه ما فينا نعمم، أنت قلت ما فينا نعمم، ما فينا نحكي بالمطلق، بس سفير الضيعة اللبنانية في كلمة كتبها روميو لحود الفنان للكتاب بيقول أسعد السبعة اللي معلمنا. يعني أنت تصور روميو لحود ما نهين بالغنية اللبنانية، عم بيقول أنت يا أسعد السبعة اللي سفير الضيعة، سفير غنية الضيعة اللبنانية إلى لبنان. أسعد السبعة اللي عرف الضيعة، نزل الضيعة على بيروت. صحيح. نزلها يعني مش بس سبعين، نزل الضيعة اللبنانية، الضيعة النائية بمختلف جغرافيتها. تماما. نزلها على المدينة، خلى المدينة تعرف تعابير الضيعة. نعم. تعرف شو التنور وشو المحدلة وشو هالتعابير الصغيرة اللي أوردها بكل غنيته. نعم. صعب كتير اليوم الغنية اللبنانية تجيب أسعد السبعة لي تاني. نعم. حدا يلبي الليل. صحيح. أو الضيعة قميص الليل كل ما تدغش. نعم. الدنيا من وين بدك تجيبهم هول؟ في كتير أغاني عن العتاب بس بعدها ولو هيك بتطلعوا منا وما تعودوا تسألوا عنا نشيد العتاب إذا بدك. نعم. أسعد السبعة لي منه هين باللي عمله، يعني اليوم كل الإذاعات مرات في أغاني ما بتمرق المساء وما بتمرق الصباح، بس طل الصباح وتكتك العصفور تمرق على إذاعات الساعة 10 بالليل وبتمرق الصبح. نعم. لأن نحن عم نسمع السبعة اللي مش عم نسمع وقت. تماما. بالكتاب رح نكتشف أنه أسعد السبعة اللي هالنهر دفق أغاني. نعم. كنا نسأله كم غنية ما كان يعرف. صحيح. يقول أنا بعت كتير وهديت كتير أغاني. ووزعت كتير أغاني مثل البركة اللي بتتوزع بالكنائس بقديس يوم كان الأحد. كان صعوبة لجماعتها أنت روبير يعني. كتير صعب. مش هين. يعني جو أنا بدي أقول لك الأغاني اللي انجمعوا جمعوا من إذاعة سورية، من الإذاعة السورية. وانجمعوا من مكاتب كتيرة وأرشيفية، منهم الراحة روبير الصفدي، من إذاعة لبنان الرسمية، من المطربين. أنا كنت فرغهم، كنت أخذ الغنية أول شيء الغنية على أسطوانة الزفت أو على شريط أو على ريل، كنت حاوله لكاسات أو على سيدي على أسطوانة مدمجة، فرغ الغنية بحرفيتها، أرجع روح أعمل زيارات لهالمطربين الكبار واللي انكتب لي أني ألتقيهم بحكم شغلي الإعلامي ويعني ودائرة العمل، وأسألهم كيف تعرفتوا على السبعة لي وكيف التقيتوا وكم غنية أخذتوا وهيدي الغنية بكم يعني باع السبعة لي أو شو المناسبة لهديكم إياها. نعم. وتراكمت المادة. ما كان هين تجمع هاي المادة، رح نشوف شهادات لهاي المطربين. صحيح. بخط إيدهم. نعم. بالكتاب يعني رح نشوف هاي العمال الكبار اللي قسم كبير منه صار بدنيا تانية. صحيح. وقسم كبير رح يشاركنا بسبع اللي يعني مثل مروان محفوظ وهيام يونس وغيرهم كتار، ورح يكون معين شريف هو ضيف الشرف. ضيف الشرف. رح يغني كتير من الأغنيات. يعني رح نشوف إنه هاي الأغاني ده شيء كانت مندثرة. قديش. نعم. كان لازم تطلع على الضوء. قديش. نعم. لازم أسعد السبعة اللي مش بس كنا يعني نفرح ونعتاز بدواوين ومن جيرة. نعم. الراعي وبو جميل ونقلة كنار وطل الصباح، كان لازم ينعمل كتاب عن الغنية عن غنيته. نعم. لنأكد ولنقول مثل اللي حكيه بكلمة لقاله الكبير منصور الرحباني، مثل اللي قاله كتار يعني مثل اللي قاله سعيد عقل، مثل اللي قاله طلال حيدر، اللي حكيه كتير عن أنه شعره ما بيشبه حدا. صحيح. كتار منهم قالوا بكلماتهم بشهاداتهم في مية شاعر بهالشاعر. كتار منهم قالوا انه كلمته هين تلحن. كتار منهم قالوا بهالكتاب انه لحنا اغاني السبعة اللي قبل ما نعرفه مثل فيليمون وهبي وزكي نصيف. بتصور كتير كنت وصلت قبل شخصه يعني، وهذا هذا الشيء معروف جدا عن السبعة اللي روبير. يعني جيت على ذكر الكبير الراحل طبعا منصور الرحباني. نعم. كل الفنانين اللبنانيين بهذاك العصر غنوا للسبعة لي واللي انت جيد. نعم. على ذكرهم. صحيح. الا فيروز يعني. صحيح. فيروز ما غنت من كلام انا سئل السؤال للسبعة لي بهالكتاب بمقابله تلفزيونيه لتلفزيون. نعم. مناطقي ب 93 سجلنا معه تحت زنزلختي مقابله. نعم. طويله قلت له انا يعني هديت شعرك للكبار يعني وديع الصافي، نصري شمس الدين، الصبوحة وأسماء تانية. نصري شمس الدين على فكرة 34 غنية. 34 غنية. وديع الصافي 85 غنية. ليش ما غنت فيروز من شعرك؟ بيقول لي نقطتين مزدوجين مثل ما فرغتهم بالكتاب. أنا إجمالا ما بحب شهد الموتى،
بس وقت التقيت بالله يرحمه الكبير عاصر رحباني طلب بعض المواويل مني لحفلة للسيدة فيروز مواويل وطنية كان يفترض تقدمها بدمشق، وقال لي كتبتهم وولعت الحرب وتفرقوا الناس ورسمت لنا الحرب دوائر يعني جغرافيا محددة، وبقيت أنا الكلام للسبعة اللي بقيت أنا بسبعل وانقطعت علاقتي بالأخوين الرحباني. على كل ما بستغرب أنا كلامه، لأنه إذا بتقرأ اللي قاله منصور الرحباني بشعره صحيح للسبعة اللي الله يرحم اثنين بيأكد يعني كانوا على نفس الموجة أصلاً يعني كانوا منصور الرحباني عم بيقول بشهادته يعني عم بيحكي كلام يعني وإجمالا أستاذ منصور الرحباني هذا العملاق الكبير يعني ما بيجامل ما بيجامل ما في محل منه مضطر يجامل واللي بيعرفه معرفة شخصية بيعرف قديش الشهادة صعبة تطلع منه إذا ما كان كتير مقتنع فيها. أنا بدي أقول في حكايات كتيرة بس هو غابت الشمس حكاية أسعد السبعلي صحيح. أنا من هون من تلفزيون لبنان بدي أقول أنه كتير صعب على وزارة الثقافة بإمكانياتها الحالية تطبع كتاب، كتير صعب على وزارة الثقافة تاخذ على عاتقها تعمل موسوعة لهالشعراء يعني أسعد سابا، مارون كرم، يونس الإبن، عبد الجليل وهبي، ميشيل تراد، ميشيل طعمي، ما بدي أنسى حدا من هذا الرعي الكبير. نعم. بس كتير هين على ضيعنا وعلى سواحلنا على بلدياتنا انه مثل ما بتشيل موازنه بنوزع المهمه لتجمع على النفايات ومثل ما بتشيل موازنه لتعمر حيط دعم، وهول كلهم ضروريين بالضيعه. بتمنى انه اللي عملته بلديه سبعه يكون قدوه لكل بلديه، كل حدا عنده قلعه كبيره سندينه عتيقه كبيره معمره مشلشه مثل اسعد السبعه علي لازم تتكرم، لانه ما بنكون عم نكرمها بنكون عم نكرم حالنا عم نكرم نفسنا. روبير اطلاق الكتاب رح يكون بوزاره الثقافه باربع شهر صحيح. باربع شهر جاي علينا، خبرنا عن الاطلاق كيف رح يكون ومين رح يكون صحيح الصور. رح يكون في موعدين للكتاب في 4 اب و17 رح نحكي عن 4 4 اب رح يكون بوزاره الثقافه الساعه 11 وزير الثقافه المحامي ريمو عريجي تحمس كثير للكتاب وتواصل مع رئيس بلديه سبع لشيح حبيب طرباي وقال له انه نحن حابين نترجم انه هالرغبه انه اسعد السبعلي منه بس لضيعه ولا محافظه منه شعر اقليمي. رح يكون في احتفال بوزاره الثقافه لاطلاق الكتاب، رح ينعرض هيك اشياء على شرائح ضوئيه على شاشه كبيره، رح يكون في كلمه للوزير ريمو عريجي وزير الثقافه، رح يكون في كلمه للفنان روميو لحود وكلمه لي انا ورح يحضروا الفنانين اللي بعضنا على قيد الحياه الله يطول عمرهم وعائلات الفنانين اللي راحوا يعني جورج الصافي، مصطفى نصر شمس الدين، سعيد فليمون وهبي كلهم رح يحضروا صحيح. إضافة إلى المطربين اللي بعضهم طيبين وإن شاء الله يعني الله يطول عمرهم كلهم يعني العمر المديد صحيح الرب عمر ليعيشوا ويغنوا. إضافة لبعض الأسماء اللي أنا بتمنى من عائلة يعني أسعد السبعة لأحفاده أنه في نصوص حرام تبقى مخباية صحيح على ورق، بدنا نرجع نسمع ناس عم بتغني السبعة لازم تتحول من مادة للعين إلى مادة للأذن. تمام. يعني أنا بدي أقول لحفيده جون حاسباني لريتا لمارون لكل العائلة لفادي للكل أنه لما رح يسمعوا معين شريف 17 آب عم بيغني ولو وعم بيغني طال الصباح بدنا معين شيء جديد لمعين بحق له معين يكون له أغنية من كلمات السبعة والسبعة اللي وعده مرة بقصيدة هيلاني من جارة الراعي. على كل بدي أقول ب 17 آب رح يكون بتصور عرس ثقافي بساحة سبعيل، هونيك في تمثاله الحجري اللي هو من الشعراء القليل اللي زيحوا الستارة عنه صحيح. هو طيب هو طيب على قيد الحياة. رح يكون في احتفال حلو مطعم بين الغنية وبين الكلمة، ما في كتير خطابات صحيح. رح يكون في فيلم قصير مين اللي فيلم قصير رح يكون في كلمة لبلدية سبعيل كلمة لوزير الثقافي، رح يكون في شهادات وللمطربين وأغاني، رح يكون في كلمة أكيد لألي، رح يكون في توقيع الكتاب كوكتيل ومعين شريف وحضرتك جول لأنك يعني أنت صديق كمان لعائلة السبعلي ولبلدية سبعيل ولألي ولا يعني كل الجو الثقافي فوق رح تقدم الحفل وبتصور رح يكون عرس ثقافي منوع بين صحيح. الأدب وبين الشعر وهذا الشيء مش جديد يعني على هذه الساحة تحديدا يعني عم تحتضن كل إذا بنقول كل أجواء الثقافية بالمنطقة وحكيت تختصر يمكن شوي من الجو الثقافي. كل أحوال روبير بسؤال أخير قبل ما ننهي المقابلة، الوفاء عند أسعد السبعلي قديش الفنانين اللي أعطيهم السبعلي من خليني أقول من ألمه
من القلم وهذا القلم الذهبي قديش في وفاء؟ هذا القلم اللي كتار وعد فيه شي 100 شخص نعم. بس لحوا بعده بالمتحف. بدي اقول انا سبعه اللي كاتب لي اهداء نشره بالكتاب سنه 93 بيقول لي في روبير يا اوفى اصحابي بخط ايده صحيح. اسمك صوره بكتابي الراحه تروحي عن دربك توصف فيها بغيابي. انا اعتبرت انه كان عم بيوصيني اعمل الكتاب. السبعه اللي وفي كتير وفي كتير لاصدقائه. اخر ايامه اذا عمل حفل توقيع بمنطقته اذا عمل حفل ثقافي كان ينزل صحيح. يطلع من المستشفى على الحفل على مباشره حفل. عطى كتير السبعة اللي وزع كتير أغاني. أكيد في تنازلات للسسام أكيد بيع أغاني بس الرقم الأكثر من النصوص الغنائية اللي كان هدية منه صحيح. كان ينسى يعني لو منه هالقد هو عنده سخاء شعري كان أرشف كان أرخ حاله ما كان تنطرني أنا بعد عمر لأرشف له وأرخ له تراسه. في مطربين كانوا أوفية وفي مطربين أكيد ما كانوا أوفية. أنت بتعرف ما بدي أنا أسمي صحيح. كثير من المطربين اللي انقطعوا عنه واللي وجعوه واللي كان يحكي وكان يقول انه لسان حالي ولو هيك بتطلعوا منا ما تعودوا تسالوا عنا. بس بدي اقول كلمته هي الابقى صحيح. بدي اقول توأمه هو وديع الصافي هالتوأم الكبير صحيح. اللي كتير صعب يعني الغنية اللبنانية تنجب هالتوأم يعني هالثنائي يتكرر هذا الثنائي اجمالا في ثنائي بين رجل ومرأة نعم هالتوأم ثنائي بالكلمة سبعة والصوت نعم. هالثنائي النموذجي التاريخي صحيح. يعني روبير بكل أحوال تطول الجلسة لما بنحكي عن السبعة اللي نحن على موعد إذن بأربع شهر بوزارة الثقافة وأيضا بسبعتعش شهر توقيع الكتاب بساحة بلدة السبعة. أنا بدي أشكر وجودك معنا اليوم باستديوهاتنا. أنا بدي أشكركم يعني مع مفعول رجعي بدي أقول لسينتي الأسمر وهي صديقة مبروك البرنامج. بدي اقول للرباعي فريقكم الاربع مقدمين مبروك بعيدا عن الحلف الرباعي والقطط كل الرباعيات. انا بدي اقول نقلي كانت نوعيه نهضه حلوه بالبرنامج الصباحي اللي في ذاكره يعني وفي تراث. بدي اقول مبروك موفقين الناس عم تحضركم وعم بتتابعكم ومن احلى لاحلى. شكرا لك الصديق والزميل روبير فرنجيه شرفتنا. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا مواضيع تانية وفقرات أخرى أيضا بانتظاركم لليوم ولكن بعد هذا الفاصل. نحن وياكم مشاهدينا بعدنا متابعين ببرنامجنا وبكل الفقرات يلي متابعين لكم إياها. مكفي سوا مع ضيفتنا كارولينا نصار. كارولينا اهلا وسهلا فيك معنا صباح الخير. انا حضرتك المتحدثه باسم شركه سوكليان. اليوم لقائنا لنحكي اكثر عن بروجرام طلقته فيه بشركه سوكليان اللي هو ريد اند بلو فري ريسايكلينج بروجرام. هيدا البروجرام يلي بيحكي اكثر عن اعاده الفرز فرز النفايات وخاصه من المصدر. هو الفرز بالمصدر لنقدر نعيد التدوير او نعمل ريسايكلينج للنفايات. ريد اند بلو كامبين هي حملة بدأ فيها شركة سوكلين تقريبا من 10 سنين وحبت تجددها السنة للضوء زيادة لأنه شفنا قد في حاجة ملحة لنضوي أكثر على فكرة الفرز بالمصدر أو sorting at source يلي هو بيتطلب من كل شخص ببيته يفرز نفاياته عن بعضها لنقدر نستفيد منها بعدين بإعادة تدويرها ونستفيد من كميات أكثر بطبيعة الحال لنحافظ على الهدف الأساسي لشركة سوكلين يلي هو البيئة. 10 سنين طبعا يعني وقت طويل صح. وخاصة إذا يعني بعد لهلأ ما قدرنا نعطي او يعني هيك نحس العالم انه هن هو يشتغلوا على موضوع النفايات هو بيدخل بقلب ثقافه المجتمع اذا بدي كرمال هيك بالريد اند بلو بحملتنا الجديده عم نتوجه خاصه للمدارس للصفوف الصغيره لنقدر نربي جيل كامل واعي على اهميه هذا الموضوع. جددنا هالحمله مثل ما قلت ايه لانه 10 سنين مش لانه حسينا انه ما في تجاوب لانه حسينا انه بعد لازم نشتغل اكثر لانه عم نضل يعني سنه ورا سنه عم نشوف انه بلدنا
الأزمات عم تكتر عليه من كل النواحي وكل شيء عم بيأثر على البيئة. وفي عندك مثل لحسن الحظ يعني مثلا في عالم بيهتموا بالقصص الإنسانية، لنعتبر مثل ما كنت عم خبرك تحت الهواء قصة النازحين السوريين مثلا بلبنان وكل هالأزمات اللي بالمنطقة زادت من خلال تقرير لوزارة البيئة بفرج انه 11% زادت كمية النفايات بلبنان. هيدا الموضوع كله بده عالم تكون عم تقدر تتابعه لانه عم بيؤدي لكوارث بيئية نحن يمكن ما عم نحس فيها هلا بس اكيد بالمستقبل القريب واولادنا رح يحسوا فيها. من هون انطلقت شركة سوكلين بفكرة انه لازم نرجع نعيد ونزيد توعي عن هيدا الموضوع. لانه بالنهاية انت اليوم بس تبلش الفرز بالمصدر بالبيت اهميته هو شغلة واحدة هو البيئة، لانه اليوم الزبالة يلي لا يمكن اعادة تدويرها او ما بينعمل لها ريسايكلينج اخرتها رح تصير مثل يا تنطمر يا تنحرق حسب كل بلد كيف بيعالج نفاياته. كرمل هيك الريد اند بلو والفرز بالمصدر بخلينا نقدر نعيد تدوير كمية أكبر وأكبر وأكبر من النفايات. رح نفسر أكثر ليه ريد اند بلو من خلال الصور يلي عم نشوفها. عم نشوف بريميل، عم نشوف هول البنزل الأحمر والأزرق. والأزرق أوكي مكتوب عليهم يعني هول الأحمر والأزرق هن الأدوات يلي عم بتقدمهم سوكلين لحتى تهون أو تسهل الشغل على المواطن إن كان بالبيت أو على الطريق أو بالشركة بالمكتب بالجامعة وحتى بالمدرسة. الأزرق، الأزرق هو للورق والكرتون والجرايد ومكتوب عليه يعني أوكي. والأحمر هو للإزاز وللتنك والبلاست يعني. وفي معلومة مثلا صغيرة إنه نحن اليوم وقت عم نفرز بالمصدر وعم نحط for example هالبلاستيك لوحده، اليوم في 7 أنواع بلاستيك مش كل العالم بتعرف هذا الموضوع، وتنحطوا هالبلاستيك مع بعضه نحن عم نرجع نعمل لهم فرز مرة تانية، ولكن الاستفادة منها بتكون من ناحية إنه ما عم تنتزع هالزبالة وهالمنتجات وتتنخلط مع بعضها ما عم تنتزع، يعني البيبسي ما عم تأثر على الورقة، عم نقدر نرجع نعمل إعادة تدوير للورقة لأنه عم يعني بعدها كل كاتيجوري لوحدها وبكل كاتيجوري بيصير في فرز جوا. صحيح صحيح. هون عم نشوف هذا النشاط كان بالاشتراك وبتعاون مع بلدية فرن الشباك. وإذا بتلاحظي هون هيدا ست الكراسي اللي معمول من الدوليب وهيدي الفكرة تبعها، هيدي الفكرة تبعها قبل ما نعيد التدوير نعيد الاستعمال. عرفتي يعني قبل الريسايكلينج في الريوز نقدر نرجع نستعمل المنتج مرة تانية إذا فينا أو إذا بنقدر نستعمله مرة تانية قبل ما نعيد تدويره. هون صورة كمان مع قوى الأمن الداخلي كمان بكونفرنس للتوعية الورق والكرتون، وعم بتشوفي الأزرق الصغير الحجم الأصغر إذا عم تشوفيها شوي بعيدة بس الصغيرة للمكاتب للستوديو للشركات والكبيرة رح نشوفهم قريبا يعني على الطرقات. هيدا المكتوب عليها رح موجودين بكافة المناطق تقريبا بنطاق ضمن نطاق عمل شركة سوكلين يلي هو بيروت وبجبل لبنان وهيدا كمان الحمراء. هلأ ريد اند بلو الألوان فلاشي ويا بيلفتوا النظر عرفتي مش لسبب معين يعني تنقل الوان. وقبل اذا بتتذكري كنا نشوف على الطرقات البنزي اللي مثل الايجلو شيب صحيح الاخضر والابيض الكبار اللي فيها مثل الكاوتشوك كمان كنا تنقدر نفرز الازاز. هون هدول هون هن القدام بس مرسوم عليهم يعني ومكتوب عليهم العالم ما رح يضيعوا لا لا لا. بكل سهولة ما هي إنه قد ما فينا عم نقدر نبسط الموضوع كان من خلال الشرح عن هيدي الحملة ولا من خلال المتابعة يعني نحن اليوم وقت تتصل فينا شركة أو بلدية بدينا نتابع مع هالموضوع عم نشتغل عن قرب يعني الشركة اللي عم بدق لنا منروح مثلا منعطي هيدا الكونفرنس بقوله أوكي بدنا نحن صناديق صغيرة ما بيوقف شغلنا هون، شغلنا بكفي على مدار 3 أشهر عن قرب بطريقة يعني بتواصل مباشر لنشوف قدي عم يقدروا يفصلوا مزبوط أو إذا في شيء لازم بعد نوعيهم عليه. الرقم رح قلك من هلأ 1551 هو الهوتلاين لشركة سوكلين، فيهم يتواصلوا معنا من خلال الهوتلاين أو من خلال الإيميل اللي هو recycle@sukleen.com ونحن بطبيعة الحال بنتابع معهم بعد 3 أيام عمل يعني 3 أيام أكيد أنتوا يعني رح تعطوا كل المجهود وكل المعرفة اللي موجودة عندكم بالشركة للأشخاص اللي هن بحاجة أو نحن بس بهمنا أنه
يعني نحن بنعرف انه بدها وقت الشغله وبدك وقت كمان لتزرعيها بمجتمع وتصير يعني فكره انه انت عم تشتغلي بالبيت مثلا تقدري تعرفي انه صح هون الاكل لوحد هون البلاستيك ايه لوحد هون خصوصا نحن زبلتنا يعني صحيح. نحن نفايتنا كلها مكونه من 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 قصص يعني مواد عضويه بتاثر كثير نعم. يعني فيك انت اليوم بدل ما عم تقدري تستفيدي من 60% من النفايات تقدري تعملي لها اعاده تدوير عم تخلصي انجع عم تقدري تعملي 20%. هذا الموضوع كله بيلحق بعضه بقتنا كلها بتلحق بعضها. بلدنا صغير ما بنحمل يعني لازم قد ما فينا نفوت هيدي الفكره لتصير مسؤوليه مدنيه عند كل شخص مثل انت يعني اوكي ما منكب على الطريق حال ما منكب على الطريق بس كمان لازم نقدر نوعى نحن وين شو عم بيصير بنفاياتنا وكيف فينا نساعد اسهل العمل البلد. بالمدارس يعني تربية الجيل الجديد على هيدا أكيد. النقطة أكيد أكيد لأنه بعضهم وخصوصي هلأ يعني عم نلاحظ نحن يعني أنت مع ابنك حتى بالبيت بتلاحظي أداء عم بيكون في وعي من جيل لجيل نعم. فاليوم أي أكيد عم بيكون في تجاوب من الصغار أكتر وحتى بيصيروا يعني بيصدموك قد ايه هن عم يتقبلوا الموضوع بطريقه سريعه وبطريقه بسيطه جدا انه اوكي هيدا الاهل على كل هون اني المي صحيح دائما يعني الاولاد بيقدروا اذا ولد قال له لبيه لا ما تكب من الشباك انه كثير شبك سياره انه كثير بتكون يعني ضرر للاهل اكيد مثل حتى عنا نحن على كاميونات سكنين حتى في عنا جمله هذا الموضوع انه دائما اولادنا بيتاثروا فينا بيأثروا وبيتاثروا فان شاء الله كمان نحن نكون عم ناثر إجابة بكل المجتمع اللبناني من هالناحية نعم. كما كنت عامل لك قبل أنه الأزمات اللي محيطة بلبنان من كل النواحي عم بتأثر ولكن كمان الشق البيئي هو شق كتير أساسي وما لازم نعم. ما لازم ينغض النظر عنه نعم. أو نقول أنه لا مشاكلنا الأمنية والسياسية والمعيشية أهم كله مهم وكله بوازي بعضه ها هي الفكرة طبعا وعادة نعرف يعني قديه هيدا الموضوع بالتحديد بيعمل كمان مشاكل صحية صح يعني من يعني هون بكون نحن عم نحمي حالنا أكيد عم نحمي أكيد عم نحمي حالنا هيدا إذا بدنا نكون شوي إيجابيين لأنه بفتكر أنه الإحصاءات عن التلوث حتى الهوائي إذا بدك بالبلد عن التغير المناخي بالعالم كلها ما في إشارات كتير إيجابية يعني للأسف أقل شيء نحن نقدر نوعي على هذا الموضوع نستفيد قد ما فينا من نفاياتنا نستعملها مرة واثنين وثلاثة في كمان كنا عم نحكي عن حملة الجوجرين يلي عم تعملها كمان شركة سكلين لتوعي على نقاط صغيرة يعني نحن اليوم مش طالبين من العالم كتير قصص صعبة بس نحن طالبين منه التعاون لأنه وحدنا مثل ما دايما بقول أنه ما فينا نعمل شيء فإن شاء الله قد ما فينا نشوف يعني يتجاوبوا معنا وقد ما فينا ننجح بهذه الحملة لأنه بالنهاية رح تكون لخيرنا كلنا إن شاء الله طبعا ويمكن شغلة كتير أساسية أنه نحن إذا نحن بلشنا بنكون عم نعود أولادنا صح. وبنكون عم على القليل عم نعطيهم شيء أو عم نورتهم عادات صح. جيدة هن يطبقوها لبعدين بتساعدهم مزبوط ببلاد برا يعني حتى نحن بعدنا عم نكتفي باللونين الأزرق والأحمر برا في أكتر وبرا مجبورة تسوقي مسافات كرمال تقدري توصلي إذا بدك على البراميل المقسمينه من بعد ما تكون أنت فارسيها بالبيت دونك لا بعد الشغل موجودة عندهم يعني صحيح لازم ترجع تخلق هذه الثقافة بمجتمعنا اللبناني ولازم بعد أكثر من هيك يعني تصير مثل ما كنت عم قلك مسؤولية مدنية صحيح. يعني اليوم أنت مثل ما مجبورة تحترمي جارك بالبناية مجبورة تحترمي جارك بالبناية لأنه كمان تحافظي له على بيئته تحت وبرا وجوا وعلى الهواء وعلى الأرض وعلى المي نعم. كله بيلحق بعضه يعني نعم. لازم يصير في تعاون من كل العالم ان شاء الله طبعا تقدروا توصلوا لهيدي النقطه نقدر نوصل كلنا لهيدي النقطه لانه كلنا معنيين بهيدا الموضوع كارولينا نصار انا بشكرك كثير ميرسي كثير لك بس بدي ارجع كمان بالنهايه اقول انه بتمنى من كل العالم قد ما فيهم يرجعوا يتصلوا فينا ويتعاونوا معنا رح ارجع اذكر بالرقم 1551 الهوت لاين لشركه سوكلين نعم. وايضا الايميل recycle@sukleen.com وان شاء الله يا رب نحن بنكون قد ما فينا كل فترة وفترة عم نقدر نجدد ونأثر إيجابا بالمجتمع شكرا لك وأكيد تأثيرك رح يكون إيجابي وأهلا وسهلا إن شاء الله ميرسي كثير أهلا وسهلا فاصل إعلان صغير مشاهدينا عم نرجع نحن وياكم من كافة برنامجنا ما تروحوا لبعيد رجعنا معكم من صباح لبنان هلا انا رح ارحب فيكم اليوم بحلقه استثنائيه انا وشيف جمانه
رح نعمل شيء كثير طيب. هاي جمانة، هاي كيفك اليوم؟ مايا سبا اليوم حلقة استثنائية أنا وياك سوا، اليوم كتير حلوة إذا هلأ راد رح تطلع. أكيد اليوم بدنا نعمل عجين، يعني كيف طحين عنا سكر مثل كوغان فاكسي اسمها قلتيلة، يلي هي ممكن تكون محشية بحشوات مختلفة بس هي شكلها بيكون شكل الكوران اللي هو التاج. أوكي. اليوم حشوتنا رح تكون بصل. أوكي. عم شوف مثل المكونات تبع البيتزا توم، ايه كتير بتشبهها. أوكي. بصل توم، بس هي انه هو الاختلاف بس الشكل، حتى ما تكون بس مدورة مثل البيتزا. أوكي. غيرنا الشكل تبعولا، بنعمل شيء اوريجينال. شيء اوريجينال. بصل توم بندورة كاتشب عندنا، هلا بتقولي لنا اذا منيح ولا مش منيح. عندنا الارب دو بروفانس اللي هو فيه الزعتر، عندنا الملح، عندنا السمسم اللي بنحط على الوجه، في عندنا الجبنه، ممكن نستعمل الموتزاريلا، ممكن نستعمل الاشقوان، اياها افضل او اللايت اذا بدكم. الموتزاريلا اكيد افضل من الاشقوان، واذا فينا نجيب الموتزاريلا حتى لايت بنكون بعد خففنا كالوريز اكثر. اكيد. العجينة عندنا هون، هلا رح نعمل نحن طحين، بنحط لها السكر، رح نبلش عندنا هون. اوكي. لكن قد نص ملعقة، نص كيلو من الطحين، نص كيلو من الطحين، نص ملعقة صغيرة من السكر، هي السكر دائما بنحطها بالعجينة لتعطينا اللون الأحمر. اوكي. لأنه السكر بصير كراميل بيتحول لون أحمر، بيعطينا هيدا اللون. الملح عندنا ملعقة صغيرة، كمان ملعقة صغيرة نحفظها دائما الملح لتنحفظ عندنا العجينة. اوكي. بنحط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. اوكي. لحد هلا ماشيين كله لايت خفيفه، ما فيها كثير دهن. فينا نستغنى عن زيت الزيتون اذا بدنا كمان ميه، مش غلط، ملعقه بتكفي لانه عم نستعمل كمان نص كيلو مثل ما عم تقول طحين. هلا فينا يمكن نحط شوي طحين اسمر، بكون صح. فيه الياف اكثر، بنشبع حالنا اكثر، بس لهلا ما عم نستعمل زبده، فبلشنا منيح بس يعني عنا ملح وسكر وزيت زيتون ونص كيلو من الطحين، نعملهم شوي صغيره هيك مع بعض. وانا هون عندي خميره مع المي. اوكي. خليتها شوي تغلي هيك، عم بعملها هيك على النار لدغري تساعدني انه العجينه تختمر بسرعه اذا ما عندي كثير من الوقت. هي الخميره الفوريه، ما بحط عندي تقريبا بالعجينه. لا ما رح حط بيض، هي البيض بنعملها حتى تقرقش شوي صغيره. اوكي. بتعطينا هيك هون عندي تقريبا عجنه كتير هينه، يعني مين ما كان في ببيته يحضر. ايه حتى حليب مش حاطين. ايه حتى حليب مش حاطين. هلا هيدي هون من هون بنعجنها، بنخليها تقريبا اكيد شي نص ساعه من الوقت. اوكي. بتكون صارت عندي كتير منيحه، بس يبطل يعلي عندي عجين على ايدي، بكون العجينه صارت منيحه. هون ما فيها شي مش منيح، يعني بيض ما فيها حتى ما فيها مثل ما قلت حليب، يعني اذا حدا بيعاني من اللاكتوز بيعمله نفخه او هيك ما فيها، يعني بس الطحين. ومثل ما قلنا اذا حدا عنده مشاكل في ياخذ طحين اسمر او بلكي جلوتين فري، فاكيد مع الخميره حتى يمد. صح. بس لهلا كله تمام. هون هلا هيك بنعجنها وبنخليها مثل ما قلنا ترتاح، عم ضل نزيد لها مي. اوكي. خلينا نذكر بمكونات العجينة، نص كيلو من الطحين، نص ملعقة صغيرة من السكر، السكر وملعقة صغيرة من الملح، الملح زيت زيتون. زيت زيتون فينا كمان نستغنى عنها، هي بس كمان شوي من الطعمة وليكون فيها شوي. نحن هلا عم نحطهم على الهواء، فينا نقريهم للمشاهدين. طحين نص كيلو، سكر نص ملعقة صغيرة، ملح تقريبا ملعقة صغيرة، مع الخميرة مثل ما قلنا نص ملعقة صغيرة، نص ملعقة صغيرة، عنا زيت الزيتون. اوكي. بيرجع كده بنحط مي شوي شوي مثل ما عم تعملي لحد ما تاخذ بعضها العجينه، تاخذ بعضها كلها سوا. بنرجع بنحضر الحشوه. الحشوه هي بترجع مايا لشو ما بدنا، ممكن نعملها ديسير، ممكن نعملها حلو، اللي هي طحين مع السكر، طحينه مع السكر والقرفه بتطلع كثير طيب. فينا نعملها تفاح وقرفه وسكر. أوكي. كمان بتطلع كثير طيبه حتى ما انه بس احشيها الملح. هلا بدي احطها على جنب لعجينتي. اوكي. هلا العجينه عم تغطي عجينه، انا عندي احنا محضرين عجينه خاصه أكيد. لانه بدها وقت، عندي لتخلص تقريبا شيء نص ساعه لتختمر. بهالوقت بنحضر الصوص. صلصه بدها شوي من الوقت. صوص دغلك اي نار شوي بس ليحمى. اوكي. هلا هون كمان مايا بنحط زيت الزيتون، بنحط زيت في اشخاص بحطوا زبده، اكيد اصح زيت الزيتون. ايه يعني عم تطلع شوي دسمه اكثر.
كطعم. هلا اكيد ككالوريز ما بتفرق، زيت الزيتون ملعقه صغيره قد ملعقه صغيره زبده، بس الطعم بتفرق وقتها تتسخن لانه بس ككالوريز زيت الشيء، فهون مش مشكله. هون حطينا تقريبا ملعقه صغيره لان احنا عم نستعمل حبه من البندوره، حبه وحده بس من البندوره. هدول اللي عم نحكي نحن عجنتين تقريبا بيعملوا لنا، هون بيعملوا لي تقريبا 3 ثواني. ثلاث ثواني نعم، هو بيعملوا لي هو 3 ثواني يعني اذا واحد اكل وحده منيحه هيك صينية ولا كثير كبيرة. هلا فينا هيك نبلش بنصها مع سلطة افضل بيكون. هلا هي بتطلع تقريبا ثلاثة من هدول بس هي بقلبها فاضية يعني بقلبها فاضية مزبوط، حتكون منها كثير سميكة. يعني إذا مع سلطة ونص وحدة بنكون عم ناخذ تقريبا بحدود ال 450 كالوري، يعني على غدا بتكفي غدا كثير منيح. فكثير منيحة. هلا عم نحط البصل الناعم، بصل هيدا ايه بصل كامل. هو يعني انا برايي كل شيء بالاكل دائما بقول اذا ما حطينا زبده وزيت، هاي البصل عنا هيدا البصل عم نقليها، بصله ناعمه دائما الزبده انا بحس انه مش كثير مهم مزبوط، بس انا فينا نستبدل الثوم القرفه يعني هدول اطيب شيء هو بيطعموا لنا الاكل. صح مزبوط. عندي هون ثوم رح نحط 3 حصص من الثوم مفروم، خليتهم ظاهرين اوكي يعني حتى ما دقه خليتها ظاهره. عندي بصل وثوم مثل ما قلت عن الزبده، يعني كثير عالم بفكروا انه الاكل من دون زيت او زبده ما في طعمه، بالعكس يعني بنحط بهارات فينا نحط كثير قصص يعني طيب مزبوط. البصل الثوم الفليك اللي بتعطينا كثير نكهه طيبه بطعم الاكل، وبنكون عم نستغنى عن يعني الزيت يعني صح. مش كنا انا مشكلتي ما بحط زبده وزيت كثير، بس باكل كميه بتكثر الكميه شو بدي اعمل؟ لا هون اكيد هيدي مشكلة. عشان هيك اهم شيء نبلش بالسلاد مثل ما قلت، انه فيها الياف تخلينا نشبع. صح اهم شيء. هون عندنا حبه بندوره، حبه بندوره مفرومه ناعمه، لك لونه شو صار حلو كثير حلو بيطلع كثير حلو، واكيد هون مايا احنا عم نعمل صنف واحد من الحشوه، ممكن احنا نحط هون بصل ثوم فليفله بندوره زيتون زيتون تلبقها ايه. بتخيل ممكن يكون لحمه كمان لحمه نيه يعني ساعتها يعني بيكون طبق لحم كامل. بعجين ايه بيكون طبق كامل بروتين مع نشويات مع صحن سلاد بيكون طبقنا كامل وفينا بحس بيطلع طيب مع اذا بنحط دجاج وباربيكيو هيك كثير طيب بيطلع يعني هي بس الفكره مزبوط. هون اليوم بحلقتنا انه هي العجينه شوي رح تكون مختلفه بس ممكن نستعمل حشوات اللي بدنا اياها. صح مزبوط. هلا بنحط ملعقه عجينه فيها يعني اليوم مش سمعتوا اثنيناتكم بالمطبخ اول مره يعني الكوران فارتي كل واحد منكم حامل الكوران تبعه ولا انت كمان يا اهلا يعني اليوم عم نحضر شيء كثير طيب هلا جيتي فيه عم نحضر والريحه ولا اصعب شم الريحه شهي طيب زيت زيتون حطينا بصله ناعمه عم تابعك انت مره منيح بندوره وضفنا الارض بروفانس اللي هو الزعتر ملح كمان ليرجع يذوب لنا شوي بندوره رح نضيف الكاتشب كمان بنضيف ملح فيها نحط كاتشب بقلب الطبخ ايه اكيد هلا عاده الكاتشب اول ملعقه كبيره ما بنعدها يعني نحن بنحسبها بالدايت مثل فري فود يعني ما بتنعد فيها كالوريز بس من ثاني ملعقه اذا واحد عم ياكل بحس مع كاتشب بس من ثاني ملعقه بسبب بنصير نعد كثير يعني بنصير تحسب ملعقه كبيره فيها بحدود ال يعني قد ايه بحق لنا ناخذ كاتشب من هاي مش اكثر من ملعقتين مش اكثر من ملعقتين يعني لما ناكل فريت مع الكاتشب يعني فينا نحط خردل او كل الكالوريز افضل بكون نحط شوي صغيره من المي بس هيدي طبخة استغلنا هون بتصير حتى عن جد طيبة يعني هيدي يعني ست البيت شو ما عندها بالبيت فيها تفتح البراد إذا عندها فليفة بتحط فليفلة في عندها زيتون أخضر أو أسود ممكن تحط يعني كل شيء بتحبها ممكن تضيفها اليوم عملته طبق كثير سهل سهل بس ممكن لسه بده مثل ما قلتي دجاج مسلوق فينا نزيد عليها صح؟ ايه وفينا نزيد عليها لحمة كثير بيلبق لها كمان لحمة مفرومة ونحطها بقلب هالفوران ومنكل ما حد جبنا اخر شيء ولا على اهم شيء اي اهم شيء جبنا اهم شيء جبنا شو في شو كيفك شو الوضع شو الوضع انت انا كثير مشتاقه انت بدك تذوقي بس هلا ما رح فينا نذوق قبل ما تخلص يعني بنطر للاخر في خالص جاهز في خالص هلا جمعنا دائما بتحب تفاجئنا دائما بتحضر لنا شيء قبل بوقت حتى تذوقنا اياها مزبوط على اصولها فينا نعملها فيها هيدي مثل ما كنا عم نقول للمشاهدين انه ممكن نعملها بطريقه يعني حلوة اللي هو الدسات طحينة مع سكر وقرفة كتير طيب هلا انا عم نعملها تفاح وقرفة هلا بدنا نبلش نستعمل الشوبك ايه هذا كيف ستات البيت بحبوه بالمطبخ مش لشيء ثاني ما هيك مش لطبخ
هون هيدي هي، هي هي العجينه تبعونا. هيك بحال حدا عصبنا اولادنا او شيء، بس لا عم نمزح. انت هيك مايا، اوعى ما تعرفيك مايا. هون عندنا شغله، بدنا بس نرق العجينه بدنا نحط طحين او نحط زيت حتى ما تلزق. حتى ما تلزق انا هنحط نقطه زيت زيتون. شو رايك بالفكره؟ يلا مش غلط. طيب بحطوا شو معنا طحين؟ قد ايه صحيحه هيدا الطحينه؟ ما عم بسال مايا انه يا طحين يا زيت زيتون، شو رايك؟ ما ما في مشكلة هون، بس لأنه ما كتير كمان رح يعلق فيها. بس لتساعدنا أنه نقدر نرقها. هيدا قد لازم بس لشوية تنشف، تاخد كلها بكتير إني هلا فينا نطفيها. هلا لا تبرد بتنشف أكتر. بنرقها بهالشكل. نجو معنا ويدا السمسم هو بقى نحطه على الوجه. على الوجه السمسم هلا بعتقد فيه هو الآي مايا السمسم، لأنه هو دسم يعني بنعمل منه زيت الزيت زيت السمسم. هلا في كثير عالم بخافوا من السمسم، دائما بيجيبوا مثل كعك بلا سمسم او بشلوه، ما لازم يخافوا منه. يعني عندنا كل 30 غرام يعني ملعقتين كبار فيهم 160 كالوري هو تقريبا، هو 30 غرام. ليك شو اختار يعني وقت حدا عم بياخذ كعك او انه ثلاث كعكات هيك صغار، ما راح يطلع له هالكميه الكبيره، فما تخافوا من السمسم بالعكس. وحتى انه كثير بفيد صح. يعني مرة نحن قبل بحلقات قبل حكينا عن السمسم ومنافعه وقد فيه الياف حتى، وزيت السمسم كمان كثير. طيب ليش زيت السمسم ما فينا نحطه على النار بس بنحطه على المي؟ هلا فينا بالستور فراي وقت نستعمل بالستور فراي، بس لانه هو كمان حد وقت يتسخن تفرق كثير قوي. يعني حتى اذا بتلاحظي نص ملعقه انجا يعني بتغنيك عن انه تحط غير قصص. بس دائما بنحط على المي افضل كرمال الحمامه لانه تبع مايا بدي اعزبك. بس قد ايه الزيت الكبيره مايا ممكن تفيدنا صحيا وقد ايه في كالوريز ولا لا؟ زيت السمسم، زيت السمسم قد ايه ممكن يفيدنا صحيا؟ زيت السمسم وقد ايه في كالوريز؟ زيت السمسم مثله مثل الزيوت العاديه، يعني كل عنا ملعقه صغيره 45 كالوري بس بيفيد كثير صحيا لانه فيه كثير زنك وفيه حتى نحاس وفيه فايبرز، وحتى مع انه زيت يعني مزبوط فيه بروتين عشان هيك حتى غير الزيوت العاديه بيشبع اكثر، فكثير بفيد. بس مثل ما بيشبع اكثر كيف يعني؟ حتى اذا بدنا ناكل او نطبخ بزيت السمسم يعني بنشبع اسرع هيك؟ ما كثير مش هالقد كله بيطبخ بزيت السمسم مش هالقد، بس انه لانه فيه الياف وقت نحطه يعني بيساعد دائما بيسهل عمليه الهضم. لازم يشوفوها هيدي هلا، خلوا حكيكم لبعض هلا بدنا نعمل هون هيدي هون عم نعملها بس يقدروا يعرفوا المشاهدين كيف. اوكي لكن شلنا اول شيء، شلنا اول شيء يعني هيدا. هلا شوفي انه هيدا كثير صغيره ما بقى فيها كثير عجين يعني اهيالو نعملها بالصينيه. ايه بس انا بدي فرجي للمشاهدين صح. بس لقصه رح احطها كرمال هيك لانه هي غميقه ما رح في اشتغل فيها. نعملها بهالشكل بهيدي الطريقه حتى يقدروا يقسموها بعدين يعني. لا هي بس كرمال الشكل بس نحن عم نعمل شكل هون بس مش لحتى تقطيعها بعدين لا لا تكون هين علينا يعني نسحب كل واحد ياخذ الفورشو. هلا اكيد بس هي انا هون عم بعملها بس كرمال الطريقه. هلا هون بس قصيتها شفنا كيف اول شيء عملنا دويره قصيناها تقريبا شفتي كيف هي مثل ستار هون دغري بنحطها نعملها بهالشكل ما بنحط شيء بالصينيه لانه في بقلبها دقيقه يعني كمان ما عم نكون عم ناخذ كثير كالوريز نحطها بهالشكل. هون بتنصحي نستعمل الطحين العادي مايا ولا فينا نستعمل طحين اسمر افضل؟ افضل لنا انه الطحين الاسمر لانه بيبقى فيه اكيد الياف اكثر. دائما نحكي عن الياف. صارت عندي بهالشكل يعني غذاء اكثر فيتامينز لانه مبيض. هلا سبق انه مرقنا مره يعني مش فينا نخلط حتى يعني صح. نص الكميه بتكون اسمر نص ابيض. رح نحط هون اذا بدنا صوص طماط اللي حضرناها، نحن قلنا ممكن نستبدلها بلحم بالدجاج، ممكن نعملها بالثوم. كمان كثير طيب يعني فينا حتى جمانة مع الصوص اللي عملناها نضيف عليها بقلبها اكيد نحطهم بقلبها. لهون عم نوزع بيطلع طيب كثير وبتطلع هيك عم تقرقش يعني كريسبي. ما في زوم اي كريسبي ما في زوم نحط بقلبها بيض او ما بعرف فينا يمكن حتى باغزا مثل كانه نعملها هيك بتنلف لانه مع زبيب ووقت فينا نحط كريم باتيسير بقلبها حتى فيك تعمليها طيبة. كمان حط بقلبها شوكولا مع بنان يمكن تطلع هيك سكري طيبه كمان. يلا غير مره هيك نحن انه علمناهم الشكل والطريقه وعلمناهم صوص وقلنا انه ممكن نعملها بلحمه بدجاج بيتون ديسير كطحينه او مع تفاح وقرفه وهن اكيد ممكن يعملوها على طريقتهم كيف هن بحبوا ياكلوها. بس مهم العجينه كيف. هلا هون بنوزع الجبنه وزع الجبنه قد ما فيك جبنه بدعمها وزع هيك مبينه ما بعرف اذا مبينه منيح. هلا تقريبا هون عم نحكي انه عم نحط بكل بورسيون في عنا مثل ملعقه جبنه
بحقلنا على افضل موتزاريلا فينا لانه العجينه رقيقه والجبنه اذا بنستعملها لايت والمكونات هون مثل ملاحظه انه مش يعني خضره بصل بندوره وهيك فبحقلنا ناكل يعني اذا مش نصها ثلاث قطع عشان تتريلها مع يعني يعني هون كلها سوا هيدي فيها 150 جرام يعني ما فيها كثير من ال هلا هي في عنا نحن الشيء غادي تنفرجيهم للمشاهدين ايه اكيد وهن وراي في صحنين انا رح اجيبهم بس خلي يتعلموا كيف حاس وكيف بس خلي يتعلموا كيف رح نعملها بنعملها بهالشكل هيك ما بكون اذا ما تعلموا هي بلشت هون هيك هيدا نحن هون محضرينها ببلا جبنه مزبوط وهيدا مع جبنه هيك مبينه هي نرجع كمان بنعملها بهالشكل مندخلها على الفرن تقريبا لمدة 15 دقيقة بتكون صارت عندي جاهزة هلا شاف يلي ما قالوا جلادة مثلا جلادة إذا بتلاحظ إنه بدها الشغل وهيك فينا نعملها هيك مثل يمكن عجينة ونلفها هيك على النص صح إيه؟ مظبوط بتصير مثل نص منقوشة أو منقوشة مسكرة بس هيدي طريقة جديدة كمان بتزبط إذا جايين عنا ناس صح ممكن ولادي يحبوا يشتغلوا فيها بيتعلموا حتى طريقة مهضومة يعني حلوة اللي بتعملها هيدا لإيدي هيدا لإيدي بقطع دغري بطبقها بتعرفي فايتة كوراني هلا هلا هون بنحطها بقلب الفرن لمدة تقريبا 12 دقيقة 15 دقيقة بتاخد وقت اوكي بحرارة 200 بس تاخد عنا جمعنا بس السمسم انا بعدني حايص عليه ما رشيته لا السمسم فينا نرشه على الوش فينا ما نرشه فينا ما نحط منه اساسي اوكي يعني انا هون دهنتها بزيت الزيتون او ندهنها بزيت عادي ما بيأثر وفينا نرش عليها سمسم بس هو منه يعني شيء اساسي لكن هذا الطبق تبعنا لليوم زين فيه صح هيدا اليوم حضرنا واكيد مثل ما قلنا اللي بيحب ممكن يحضرها بطريقه ثانيه هي بطريقه الحلو او بغير حشوه مختلفه واذا بدنا نحفظها حتى ناكل منها مثلا بقى لها ثاني نهار هي بيبقى عنديك لو عندي مرحبا انا بدي كتل مش هعمل وحده او اثنين لا يعني هي اصلا طيبه ثاني يوم يعني حتى مرقش يعني كانت غشن وكدايتشن ما فيك تفوت بالجو اكيد بيطلعوا طيبين كثير طيبين اكد لي يعني وفينا نعملها طريه فينا شوي نحمصها هلا بس اسال سؤال معقول المحمص ما بنصح يا غيث لك الخبز المحمص الخبز العادي وقت تحمصه بياكلوا رغيف ما بتشبع بس لانه بيكون ما فيه مي مش هيك ما بيشبع قد الخبز العربي العادي بس بنصح مثله مثل بيرجع بينفجر اذا هيك كل شيء بنحمصه ما هو راح المي منه بس يا جماعه مش اكثر يعني مثل ما بقولوا انه دايت 7 اب انه فيه اشرب اجوجو يعني صح اكيد لا اسيد يعني عم ناخذ لمعدتنا مايا وجمانة اكيد الف صحتين وان شاء الله اليوم الحلقه انا كمان يعني كانت على ذوقهم وانا كثير مبسوطه انه كمان انا كمان مايا اول مره لانه اول مره على فكره مشاهدينا مايا وجمانة بيطلعوا سوا وبيتعرفوا على بعضهم بحلقه مميزه وسبيسيال كثير فان شاء الله مشاهدينا تكونوا تعلمتوا كيف تحضروا الكوران فارسي على طريقه جمانة اكيد رح نروح لفاصل وبنرجع إذا مشاهدينا متابعين معكم فقرات صباح لبنان لليوم وأكيد فقراتنا منوعة وغنية وبترضي كافة أذواقكم وكيف إذا دكتور ميشيل نوفل أخصائي علم نفس وصحة نفسية ومعالج نفسي هو ضيفنا حتى يخبرنا أكثر خاصة عن أولادنا كيف الهوية أو بتتعدد الهوية عن الأولاد وعن الأطفال تحديدا لحظات منعرف سوا خير كيفك يا سوا انت كيف منيح الحمد لله سوا زمان ما قعدت انا وياك مزبوط مزبوط هلا بدايه اليوم موضوع يمكن بهم كثير من الامهات وكثير اشخاص حتى عم بيعانوا من مواضيع كيف يعالجوا اطفالهم من هن صغار اول شيء خلينا نبلش بدايه بتعدد الهويه عند الاطفال حتى نصير كبار كمان يعني بتبلش على صغار وبتكبر معنا شو هي الهويه شو قصدك بالهويه بالنسبه للاشخاص او للناس نحن عاده نفتكر انه الشخص عنده مثل هويه واحده يعني منشوف انسان نعتبر يا امراه يا رجل بالحقيقه في عده انواع للهويه بمجال علم النفس ننظر للشخص من عده اتجاهات اذا بنعرف عن بعض الانواع مثلا اذا بنحكي عن الهويه البيولوجيه للانسان اللي اكثريه الناس بيفهموا شو هي اللي هي عاده بنخلق فيها جينيا يعني يا ذكر يا انثى هي اكثر ككروموزوم هون عم نركز اكثر على كروموزوم XX او XY او عم نحكي عن الهرمونات يلي بتكون اكثر عند رجال تستوستيرون او
استروجين وغيرهم عند يعني النساء. يعني هون كمان ممكن نحكي عن تروب بالهرمونات كمان. نعم، هلا انا عم بعرف عن الوضع الطبيعي اذا بدك. الهويه البيولوجيه بنخلق فيها، بعدين في عنا الهويه الجنسيه، يعني الشخص لما يكون اذا بدك فكره عن شو جنسيه السكشوال ايدنتيتي تبعه، اذا هو شاب. ما هو شو الفرق بين بيولوجيا وجنسيا بالهويه؟ كيف بنميزهم؟ الفرق هو انه لما الشخص يخلق بهرمونات مثلا تستوستيرون اللي هي الهرمون الذكوريه، هي بتخلي الشخص بيولوجيا يكون اعضاء مختلفة عن الامرأة. نعم، او أكيد. عن البنت بالنسبة للهوية الجنسية غير، الهوية الجنسية اللي هي اصلا ما لها علاقة بالاتجاه الجنسي اللي بنحكي عنه، هي الشخص كيف بيشوف حاله بيولوجيا جنسيا. وفي عنا الهوية اذا بدك الطريقة المجتمع كيف بينظر لها، الهوية الاجتماعية كيف يعني؟ يعني مثلا الاشخاص اللي عم يحضروك هلا بيشوفوك كامرأة، بالنسبة لهم انت سلوكك حكيك طريقة تفكيرك كامرأة. هلا الفرق بيناتهم انه الهوية البيولوجية اللي هي تتكون لما نخلق حسب الهرمونات وحسب الكروموزومات اللي هن يعني جينيا، مش بالضرورة انه دايما تتناسق مع الهوية النفسية او الهوية الاجتماعية. بفهم انه يمكن في كتير اشخاص بيضيعوا بين هالنقاط، ولكن في فرق. هلا انا صراحه الهويه الاجتماعيه ما فهمتها مزبوط. صح، يعني الهويه الاجتماعيه لما انت تكوني بالمجتمع العالم بتتعامل معك كشو؟ بتتعامل معك كامراه. اي يعني انا مني امراه بس انا عم بيتعاملوا معي كامراه. لا انت امراه، انت امراه، عم بحكي انا بدون اضطرابات هون، عم نحكي بشكل عام انه الاشخاص بيتعاملوا معك كامراه. هلا نحن يمكن بالبيئه عنا بالمجتمع ما كثير بنشوف اشخاص مثلا هي امراه ولكن بتتصرف طريقه تفكيرها وسلوكها كرجل، ولكن هذا الشيء موجود. هذا شيء نورمال ولا لا؟ بالنسبه لكثير اشخاص بيلاقوه منه اذا بدك ضمن النورمال، ولكن الاشخاص اذا ما عم بحكي انا على الصعيد النفسي، ما عم فوت على الصعيد القانوني او الصعيد الديني او اي نوع، عم نحكي من ناحيه بسيكولوجيه، من ناحيه نفسيه. اذا الشخص ما عم بيعاني اضطراب من هيدي الشغله بالذات، نحن بنعتبر على الصعيد النفسي ما في مشكله. هلا بدي فرق شوي بين هذا الموضوع والموضوع اللي له علاقه بالاتجاه الجنسي. الاتجاه الجنسي يعني لما ننجذب لشخص اخر، اذا بيكون الشخص الاخر من الجنس الثاني او اذا من ذات الجنس، يعني عم نحكي مثلا هل هو مثل الجنس او لا، بس مش هيدا اللي عم بركز عليها هلا، عم بحكي عن الهويه. واكثر هويه بدي احكي عنها هي الهويه الجنسيه، يعني السكشوال ايدنتيتي، يلي تتكون كمان على صغر. نحن عم نحكي شوي الاولاد كيف بتتكون. طيب هون قد ايه الاهل رح يقدروا يميزوا هالنوع من الهويات عند الاولاد اللي عندهم؟ صح. ويعرفوا انه هن عم يعانوا من مشكل ولا هن اولاد طبيعيين؟ صح، برجع بوضح انه هي مش قصه مشكل او مش مشكل، لانه كل انسان بيشوفها بوجهه نظره. على صعيد النفسي، على صعيد علم النفس، ما بننظر لهم كمشكل، بننظر لهم ك variation، يعني كغير عن العاده اذا بدك. تنوع. لما يكون مشكل يعني بيكون هالموضوع بالذات مأثر على نفسيته ومسبب له اضطراب نفسي آخر، يعني منه هو بحد ذاته الاضطراب. هلا بفهم الأشخاص اللي عم يشاهدونا يمكن مش بيشوفوها بهالنظرية، نحن عم نحكي على الصعيد النفسي. أوكي، بس من ناحية نفسية طالما ما في اضطراب يعني ما في مشكل. ما في اضطراب كيف؟ ما في اضطراب يعني الشخص إذا تنقول هويته الجنسية غير الهوية الناس اللي بيشوفوا فيها اجتماعيا، اذا عنده احباط من وراها او اذا مسببت له افكار انتحاريه، سو هون صرنا عم نحكي انه صار بده علاج من ورا هالمشكله، مش انه شو السيمتوم اللي بيشوفون عند الاولاد انه عم بيأدوا لهيك شيء او لعمليات انتحاريه مثل ما ذكرت. مزبوط، اللي انا بدي اقوله انه بالهويه الجنسيه لما الولد، مش عم نحكي البيولوجيه اللي بيخلق فيها، الجنسيه لما يبلش يتكون انه هو عم بيعرف حاله انه اول شيء في اثنين كاتيجوري، انه في شيء اسمه رجل، في شيء اسمه امراه. بقى الولد لما يبلش تو ايدنتيفاي يعني يتجانس مع الشخص بالبيت، حدا من اهله اللي من ذات الجنس، مثلا الصبي لما يبلش يكتشف انه انا بشبه بيي اكثر او انا بتصرف مثل بيي اكثر، ببلش يمكن يلعب بالعاب
لها علاقه اكثر بالصبيان. أوكي. بيعمل بيو اشياء معه، مثلا يمكن بيلعبوا فوتبول هلا، مش معناتها انه البنات ما بيلعبوا، بس بان الحكي. او الفتاه لما تكون صغيره تتجانس مع امها او تتجانس يمكن مع اشخاص اللي بتصير تلبس مثل ما بنشوف عند الاولاد سكربينت. نعم. امها او تياب امها او. نعم. تستعمل المكياج تبعها، هيدا شيء طبيعي صح. بس انا بحب اقوله كمان انه اوقات ومش دائما، اذا كانوا الاولاد مثلا بالعكس، يعني الشاب او الصبي يمكن بيلعب باشياء لها علاقه بالبنت مثلا مثل الباربي او اللعبه، او اذا كان مثلا حاب يلبس سكربينت مش بالضروره انه يكون، يعني يكون هو عم ينحرف اضطراب او عم بينحرف، هذيك عم نحكي اتجاه جنسي صح. او انه عم تتغير هويته الاجتماعي اللي انا بسميها، يعني الاسمها بالانجليزي جندر. هيدا الشيء مش بالضروره يشغل البال، لانه في كثير اشخاص بيحضرونا مشاهدين او حتى بيستشيرونا بيقولوا لنا مثلا انه ابني عم يلبس سكربينه او عم بيلعب، مش بالضروره واكثريه الاوقات ما لها علاقه. بس ممكن تكون انه دليل انه هالشخص، يعني لازم واحد يحاول، لانه هيدي الشغله بتتصلح يعني اذا بدك ترجع بتترجلج. اذا بنحكي عن موضوع الاتجاه الجنسي، يعني السكشوال اورينتيشن، الشخص مين بيعجبه لمين بينجذب اكثر، اذا كان شاب بينجذب لشاب يعني عم نحكي مثليه الجنس، اذا كان امراه بتنجذب لامراه عم نحكي بمثليه الجنس، يعني الهوموسيكشواليتي. هيدي هون بالسكشوال اورينتيشن، يعني الاتجاه الجنسي حسب الشخص لمين بينجذب. هيدا الموضوع لحديت اليوم منه واضح بعد اذا هو اضطراب او اذا هو بيتغير. يعني لحديت هلا الاشخاص المثلي الجنس مش بالضروره يكون عندهم مشكله لانهم مثلي الجنس. وبرجع باكد مره ثانيه عم نحكي على الصعيد النفسي، يعني بكثير بلاد تعتبر ضد القانون، بكثير اديان تعتبر ضد الدين، بس مش هيدا هو الموضوع. يعني انا مني ولا خوري ولا شيخ، انا اخصائي صحه نفسيه عم بحكي حسب دراسات بمجال الصحه النفسيه. ما في بعدين في شغله مهمه كثير، انه بالصح بالمجال العلم النفس في عده نظريات، يعني ممكن بنظريه معينه تعتبر خلل، بنظريه تانية ما تعتبر خلل. بس اذا بدنا نلمس الدراسات، يعني اذا بدنا نجي نحن نشوف العلم شو بيقول، لحد هلا ما في اي برهان او اي تاكيد او دليل انه الشخص المثلي الجنس يعني هو شخص مضطرب. في كثير اشخاص مثلي الجنس وعايشين احسن من الاشخاص اللي مش مثلي الجنس مثلا. بتساليني سؤال، وكثير عالم بيسالوا سؤال، وعاده الاهل بيتمنوا انه مثلا الشخص اذا سائب انه حدا من اولادهم او حدا خيهم مثل الجنس انه بدهم يصلحوا هالشيء. اكثريه الاخصائيه بعلم النفس اكثريتهم بيتفقوا انه مثليه الجنس اذا كانت عن جد هي مثليه الجنس مش سلوك مثليه الجنس، يعني بحد ذاته انه الانسان مش بسهوله او زي يمكن مش ممكن يتغير. يعني انت عم تحكي عن مثليه الجنس جينيا مش سلوكيا. عم بحكي مثليه الجنس كشغله ذاتها، ما عم بحكي عن الهويه الجنسيه، عم بحكي عن الشخص لما ينجذب لشخص اخر من ذات الجنس، يعني شاب لشاب او امراه لامراه. اليوم ما في ولا تقنيه بتخلي الشخص اذا بدك يتصلح، لان نحن اولا ما بنعتبرها بحد ذاتها اضطراب، بنعتبر انه ممكن يكون الشخص عنده مشاكل اذا المجتمع بيضايقه. يعني ممكن يتضايق، يكون عنده خجل، يكون عنده مثلا اضطراب نفسي تاني، احباط، كآبه او قلق اجتماعي، او مثلا بينعزل لانه بخاف انه المجتمع ما يتقبله، ان كان قانونيا او دينيا او غير او بيئيا، مشان هيك بصير عنده مشاكل نفسيه، مش بحد ذاتها هي المشكله. بس الفكره انه في اشخاص بيتمنوا، واكيد بتفهم انا انه هذا الشيء منه هين اوقات على الاهل، بس بعد ما في تقنيه بتخلي الولد او الاخ او يلي هو انه يغير اتجاهه الجنسي. على القليل لحد هلا ما في تقنيه. نحن اليوم بنشوف اكثريه الاوقات انه اذا في شخص مثل الجنس في مجال اعلى انه يكون في حدا بالعائله كمان مثل الجنس، يعني في هذا بينتقل يعني وراثيا. في بعض العوامل ممكن تكون جينيه، يمكن منا عوامل بس جينيه، بس منلاحظ انه اوقات بقى في خي واخته او مثلا شخص وقرابته حدا بيقربه ممكن يكون كمان مثل الجنس، بنشوفها ان كان بالعياده او. طيب ولما نسمع باشخاص باي سكشوال، يعني اثنين، يعني ممكن يكون مجوز وممكن بنفس الوقت يكون عم ينجذب لذكر، انه هون شو تعتبر كمان مثل كانه بنظريه معينه تعتبر مثل كانه بعد في ضياع، انه بعد منه واضح شو التوجه الجنسي. وفي نظريات تعتبره انه مثل كانه حاله ثالثه، انه
مش مثل الجنس كليا ولا هيتروسيكشوال كليا، انه مثل كانه حاله او كاتيجوري لحاله ثالثه. انا اللي حبيت اقوله بس انه اذا بدنا نختم، انه عند الاولاد في عنا عده هويات، في الهويه البيولوجيه اللي بيخلق فيها الانسان جينيا وحسب هرموناته، في الهويه الجنسيه الشخص هو كيف ينظر لحاله اذا هو ذكر او انثى، وفي الهويه الاجتماعيه الناس كيف بياخذوا بيعطوا معه، وهذا الشيء على صغر بيتكون وشوي شوي تدريجيا بيتطور وبيتغذى. انا عندي سؤال هون، يعني الاهل مع الاولاد بالبيت، يعني اذا عندهم طفل انجذب لصبي من عمره، نعم. يعني هون كيف بده يميزوا؟ طبيعي بده ينجذب للصبي قبل ما ينجذب للبنت، يعني انه هون ما في مشكل بيكون عند الاولاد. عاده في شغله كمان بحب اقولها، انه بيسالونا كثير اوقات الاهل، انه اكثريه الاولاد بعمر معين، وهيدي ما لها علاقه بمثليه الجنس، يعني الشباب الصغار تحت العشر سنين حد عندي رقم يعني تقريبا، وعند البنات بيصير في بيناتهم مثل نوع حميمية إذا بدك بين صبي وصبي صغير أو بنت وبنت. هيدا الشيء ما بيعني، هون عم نحكي تحت العشر سنين، عم نحكي بحدود تحت العشر سنين 12 سنة، هو مثل نوع اكتشاف ل بيكتشفوا حالهم، بيكتشفوا ذاتهم، نعم. وأوقات كتير بتكون مثل مشاركة مع شخص من ذات الجنس، بس ما بتعني أبدا أنه هن مثلين الجنس. هيدا نحن بنعتبره تبركي حب هيدا الشيء وكفى بهالطريقة. لا، إذا كان شخص أصلا منه مثل الجنس ما رح بيحصل، لأنه أكترية الأشخاص، يعني منا أكيد من الرقم، بس عم نحكي فوق 70-80% من الأولاد بيكون عندهم هالنوع، إذا بدك experience، اوكي، الاختبار اذا بدك، حتى او بين صبي وصبي او بنت وبنت، لانه بيكتشفوا جسمهم، وبيكون في اذا بدك تقرب بين الاولاد بين بعضهم، بقى بيصير في عندهم مثل نوع حشريه اذا بدك، بس تدريجيا بيرجع بيختفي هذا الشيء، وما بالضروره بيعني انه الولد مثل الجنس ابدا. هذا نعتبره، نحن نعتبره مثل تطور عصبي نفسي، يعني نورمال neuropsychological development، okay. تطور طبيعي عند الولد انه اذا بدك يختبر هيك نوع من الاحاسيس، احاسيس او غيره. بقى مش بالضروره بتعني، هيدي بحب اكد للمشاهدين انه على صغر اذا صار في هذا النوع ما يخافوا، لكن مش بالضروره، واكثريه الاوقات طبيعي. على كل حال، اذا في عندكم اي سؤال او اي موضوع حابين تطرحوه على الدكتور ميشيل نوفل، هو جاهز حتى يجاوبكم وتستشيروه بالاحرى. فاكيد التوجه الجنسي بهيك موضوع كمان اساسي، يعني هذا الموضوع ما طرقنا له لضيق الوقت، بركي بنرجع بحلقات علمي، لانه التوجه الجنسي اساسي بهيك مرحله حتى نعرف كيف نوجه اولادنا على الطريق الصحيح. بس التوجه الجنسي والسلوك يلي هو بيفرق شوي. اكيد، شكرا لك. مثل ذلك، اهلا. مشاهدينا، لحظات صغيرة متوقف فيها مع بريك صغير، ومن بعدها زميلي شادي بيرجع بينضم لكم مع ضيفه فادي مطر، فكونوا معنا. صباح لبنان بتابع. بدي اقول مرحبا لكل الاشخاص اللي هلا انضموا لصبحيتنا، حتى لو انه صارت بختامها، مثل العاده الصبحيه دائما معنا احلى لانه مواضيعنا متنوعه وضيوفنا مميزين. ختامها مسك مع الاعلامي فادي مطر. صباح الخير. يسعد هالصباح. شو اخبارك؟ الحمد لله. اول شيء نحن كثير محظوظين انه انت معنا بصباح لبنان، خاصه يعني مع كل الانشغالات والشغل، يعني ان كان بفرنسا باوروبا او حتى بالعالم العربي مع التدريبات يلي عم بتقوم فيهم مؤخرا. انا المحظوظ كون معكم. اهلا وسهلا فيك بحضرتك. فادي بيع طويل بالاعلام وانطلاقه من فرنسا من اوروبا، يعني ان كان من الاذاعه الدوليه فرانس 24 حتى كمان مونتي كارلو الدولية. إذا بدأ أبدأ أنا وياك من بداية هالانطلاقة الإعلامية، هالمسيرة هيك لما بترجع بالأسود والأبيض للأيامات اللي هلأ من شوية كنا عم نحكي عنهم، مش كثير أسود وأبيض، مش كثير، لا أسود وأبيض بمعنى ذكريات وبدايات، صح؟ كيف انطلقت هالمسيرة وكيف تطورت وصولا للإعلامي فادي مطر اليوم؟ أنا بالأصل خريج مسرح من لبنان من كلية الفنون، وتابعت دراسات المسرحية والسينمائية بباريس. هلا لما رحت لباريس رحت لكمل دراستي وبدي اشتغل، بقى كان في إذاعة خاصة بباريس بدها مذيعين، وبتعرف بالمسرح بنعرف نشتغل على أصواتنا إلى آخره.
قدام الطلب ودغري انقبلت بهالإذاعة. الإذاعة ما طولت، سكرت من بعد الإذاعة، وين في إذاعة ناطقة باللغة العربية بباريس، بما أنه كنت ساكن بباريس، في إذاعة فرنسا الدولية كان عندها قسم عربي، وكان في مونتي كارلو. رحت اشتغلت بالقسم العربي تبع إذاعة فرنسا الدولية، هيدي الخبرية من سنة 87 وبدأت من القسم العربي للقسم الفرنسي، اشتغلت بالقسم الإنجليزي، قسم التعاون الدولي. بقسم التعاون الدولي بإذاعة فرنسا الدولية كان نعمل برامج تنزع بمثلا، كان عندي برنامج اسمه بانوراميك، نعم. اعمل له اخراجه واعداده وانتاجه، كان ننتجه بإذاعة فرنسا الدولية ويوزع على 70 إذاعة بالعالم. يعني كنت انا اعمل برامج بباريس تنزع ببيروت بلبنان مثلا، نعم. في عدة محطات كانت تنزع بلبنان باللغة الفرنسية، كنت ينزع بالمغرب بتونس، يعني وين في جاليات عربية او دول عربية بس اللغة الفرنسية متداولة فيها، نعم. كان ينزع من هالدول. ومن بعد قسم التعاون الدولي رحت لإذاعة مونتي كارلو، اشتغلت مذيع ومقدم برامج بإذاعة مونتي كارلو، بعدين كنت مسؤول عن البرامج بإذاعة مونتي كارلو. وسنة 2006 طلبوا مني انضم لقسم التدريب بإذاعة فرنسا الدولية، قسم التدريب يلي كان تابع لإذاعة فرنسا الدولية. لما الحكومة الفرنسية ضمت مؤسسات الإعلام الخارجي لفرنسا يلي هن إذاعة فرنسا الدولية، فرنسا 24 فرنسا 24 ومونتي كارلو الدولية، صاروا تحت مظلة واحدة، أسست هالمؤسسة أكاديمية اسمها أكاديمية إذاعة فرنسا الدولية فرنسا 24 ومونتي كارلو الدولية. طلبوا مني انضم لإلها، انضميت لإلها، وهلأ مسؤول عن التدريب بالعالم العربي بأكاديمية إذاعة فرنسا الدولية. رح نحكي عن التدريب، وأنت كنت من البايونيرز اللي كانوا قيمين على المسالك التدريب بهالمجال. وكل حال عم نشوف نحن كمان بعض مقتطفات صور هلا بداية من محاضرات ومن دورات تدريبية، ولكن بداية خلينا احكي عن الجاذب يلي اخذك لحتى تحديدا تكون عم تشتغل بالاعلام. يعني ليش اخترت الاعلام كابو او هو يعني بتحس انه هو كان جاذب لك؟ يعني هو المهنه اختارتك او انت اخترتها؟ ليك في منهم بيصير مش انا اخترت الاعلام، الاعلام اختارني. انا بلح اوصل واتفلسف احكي بهالطريقه، كنت بدي اشتغل بمجال له علاقه شوي بمجالي يلي هو كان المسرح. بالمسرح بتعرف بندرس صوت وبندرس كيف تطويع حالك إلى آخره، بقى شو في شيء له علاقة أو قريب نوعا ما لشغلي الإعلام، ورحت اشتغلت بالإعلام بهالطريقة. يعني إذا بدنا نحكي عن الدورات التدريبية اللي أنت كنت سباق بإطلاقهم، علما أنه اليوم صار كل شخص يمكن عنده هيك خبرة سنة أو سنتين صار عم بيمرن، وصار كل يعني صارت كثير متداولة، ولكن الأسلوب المتمكن والصحيح يلي أطلقه فادي مطر، بدي أحكي تحديدا عن الإذاعة، وخبرني شوي عن أنا متخصص بالتدريب، متخصص بالتدريب الإذاعة بصوت. بدنا نحكي شوي عن الصوت، يعني اليوم لما بقول لك صوت إذاعي بس يعني صوت حلو أو في مقومات أخرى لازم نطرحها؟ هلأ هي دورة الصوت من أكتر دورات يلي بتنطلب مني، وكتير بيجوا بدو يتابعوا دورة الصوت لأنه تعرف الصوت له علاقة شوي بالشخصية، نعم. وبالحالة النفسية للإنسان. هلأ في أشخاص بيعتقدوا أنه بمجرد ما يكون عنده صوت حلو صار مؤهل أنه يكون مذيع، يعني بيجوا بياخدوا الدورة عندي أول يعني بسمعهم خمس دقايق بيجوا شو رأيك بصوتي؟ هلأ الصوت لوحده لا يكفي، وال يعني أنا دايما بقول بس الصوت عنصر أساسي بالتقديم. يعني أنا دايما بقول إنه إذا قدمت كتبت نص إذاعي أو تلفزيوني تنطبق عليه كل المعايير الإذاعية والتلفزيونية، أنت بدك تقدمه ما بدنا نقراه، إذا ما قدمته بشكل صحيح ما استفدنا شيء. إذا الإعداد إلو 50%، الكتابة إلى 50% بوجهة نظري، والتقديم إلو 50%. يعني التقديم في عدة عناصر، يعني إجت هالفكرة دورة تركيز الصوت من خلال متابعتي للتلفزيونات العربية. كان في بتعرف نمطية معينة بالزمانات بالتقديم، يعني كانوا كلهم يقدموا مثلا أسعد الله أوقاتكم وحييكم، كان في حدية يمكن مش حدية، كان إلى سبب تقني.
هالسبب التقني هلا ما رح ندخل بتفاصيله ما عاد موجود حاليا. هلا صاروا يعني بتسمع مذيع عم بيقدم لك برنامج بتفكروا قاعد معك على جنبك بالسياره اذا عم بتسوق سيارتك، اذا انت بالبيت عم تحضر تلفزيون بتفكر المقدم مش بالشاشه قدامك، فكروا قاعد معك يعني ما لنا بحاجه لهالطريقه هيدي. وبس بدنا نعرف نطوع صوتنا، يعني مثلا في منهم بيبقى مثلا جاي على بده يؤدي برنامج او بده يؤدي نشره الاخبار عم خانق هو زوجته مثلا، اسعد الله اوقاتكم احييكم اوقات لا شو بك انا مخانق انا وزوجتي. طيب المتلقي ما له عليه يعني بده نعرف نطوع صوته. قديش صعب قديش يمكن الواحد بده يكون مطوع تيقدر يطوع احاسيسه وصوته وكل المقومات اللي عنده اياها ليوصل الخبر يلي هو مكتوب خصيصا سمعي بصري. هيدا اللي بدربه انا يعني بدك تكون متمكن من تقنياتك بدك تكون متمكن من ادواتك لحتى تقدر تطوع صوتك وتقدم للمستمع كما يجب او للمشاهد حتى. طبعا فادي ذكرت من شوي الماده المكتوبه خصيصا للتلفزيون وللاذاعه، شو بيميزها وشو بتفرق عن المادة المكتوبة للإعلام المكتوب؟ هلأ إذا عم نكتب للصحافة المكتوبة إذا القارئ ما فهم ممكن يعيد القراءة مرة واثنين وثلاثة وأربعة ليفهم، ويمكن بعض الأحيان ما بيفهم لأنه بيكون مكتوب كتير خطأ، بس بالإذاعة والتلفزيون بده يفهم من مرة واحدة، مشان هيك الأسلوب لازم يكون سهل ومبسط وإلى آخره. هلأ اللي بدنا نكتبه للإذاعة والتلفزيون نفس الشيء، بس بالتلفزيون يختلف لأنه اللي بتقوله الصورة ما بتقوله ما بتشرحه، يعني إذا عم نشوف على الشاشة شجرة ما لح تقول لهم هيدي شجرة شايف المشاهد، بس ما بتعرف مين زرع هالشجرة قدي عمر هالشجرة إلى آخره، يعني في أساليب في تفاصيل معينة. يعني بهالفترات التدريبية فادي الخبرة الأوروبية اللي اكتسبتها بتنقلها للعالم العربي، وشو الفرق يعني اليوم شو بيفرق الإعلام الغربي الأوروبي عن الإعلام بالوطن العربي؟ هلأ تعرف هلأ بالعولمة صار برأيي ما في فرق كبير. هلا مثلا اذا رجعنا لطريقه الصوت، انا لما ببدا دوره الصوت بقول لهم مثلا بتشوفوا مذيع عم بيقدم نشره بالاجنبي بالفرنسي او بالانجليزي ومذيع عم بيقدم نشره باللغه العربيه، شو الفرق؟ بيقول لك المذيع الاجنبي مرتاح اكثر بحدسك اكثر. طيب شو بيمنعنا نحن بالعالم العربي كمان المذيع ما يخاطب المتلقي مشاهد او مستمع؟ هلا نحن عنا يعني لازم نحن نعطي مجهود اكبر، لانه نحن لما بنقدم نشره اخبار بنقدمها بالفصحى ما بنقدمها بالعاميه. الفرنسي لما بيقدم نشره اخبار بيقدمها باللغه اللي بلغته المحكيه بلغته اللي بيحكيها كل يوم. تصور انا خالص نشره اخبار طالع مثلا من بعد النشره اتصل بزوجتي الا عزيزتي ماذا حضرتي لنا اللي طعام العشاء؟ بتقولي بكشيش بشان هيك هيدي التقنيات كلها بعطيها بالدورة كيف المستمع أو المتلقي ينسى أنه نحن عم نحكي فصحى. لما المتلقي بينسى أنه أنا عم أقدم له النشرة بالفصحى معناتها أنا نجحت بمهمتي. بهيك مجال تدريبك بالعالم العربي يعني مرور عدد من المذيعين كم هائل يعني وأغلبيتهم يمكن على الشاشات العربية، مين المذيع يلي يعني صاحب الهوية إذا بدك اللي بيكون متواع أكتر يلي بيحكي اللغة اللبنانية اللغة السورية المصرية، أو يمكن هون كل هوية بينفرد فيها مذيع بغض النظر عن بلده ومحكيه بلغته الأم؟ ليك هلأ ما في هلأ سايرين في توجه انه نستعمل اللغه العاميه بالنصوص، حتى بيبقوا كاتبين النصوص بالفصحى بس بيقدموها بالعاميه، بيقول لك الافضل لحتى نكون قريبين اكثر من المتلقي. المصري بيقدمها بالمصري، اللبناني بيقدمها باللبناني، المغربي بيقدمها بالمغربي. بس يعني اذا بتعرف تستعمل اللغه الفصحى كما يجب وتنسي المتلقي انك عم تحكي بلغه فصحى رائع. يعني انا هيدا لغة عقيم، هل يجب أن نستعمل اللغة الفصحى ولا اللغة المحكية؟ إذا بتعرف تستعمل اللغة الفصحى كما يجب أكيد لغتك تكون سليمة، تعاملك مع النص يكون جيد، كلهم هودي بيكون أجمل وأرقى بكتير. نعم فادي رح تشارك أنا وياك والمشاهدين بمقتطفات كمان يعني من تحضير زميل أحمد شبيب يلي كان لك لقاء معه، رح نشوف هيك شوي عن هالدورات التدريبية لنعطي فكرة أكتر للمشاهدين ونرجع نتابع حوارنا.
اهلا وسهلا بكم. احييكم وابدا معكم هذا البرنامج الذي يستمر لمده ساعه من الوقت. من وراء الميكروفون فادي مطر، وعلى هندسه الصوت والتقنيات الزميل ماجد الزواهري. في برنامجنا اليوم باقة منوعة من الأغنيات التي اخترناها لكم من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار المتفرقة. نبدأها مع هذا الخبر: تختتم غدا في مركز التدريب الإعلامي التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الأردن، تختتم دورة في الإخراج الإذاعي الحديث، نظمها اتحاد الإذاعات العربية على مدى أسبوع، وشارك فيها 12 متدربا من الأردن وسلطنة عمان والسودان والعراق واليمن. يعني بلمحة سريعة ومقتضبة عملنا هيك جولة صغيرة على هالتدريبات. السر بالتحضيرات، يعني شو الصعوبة اللي بتواجهها فادي؟ أنت عم تشتغل مع إعلاميين، يمكن البعض منهم بيكون عنده خبرة والبعض الآخر بيكون مبتدئ. اسمح لي بالأول نوه أنه هالروبورتاج كان عن دورة تدريب أجريتها بالأردن لاتحاد الإذاعات العربية. نعم. من فترة قصيرة. الصعوبات يلي بواجهها في بعض الأشخاص بيبقوا مثلا مثل هالدورة مثلا اللي قدمتها لاتحاد الإذاعات العربية، بيجوا لعندي على الدورة مرسلين من مؤسساتهم، في منهم بيقوا عندهم خبرة كذا سنة. لما بيكون عنده خبرة بيعتبر حاله أنه اللي بيقدمه صح، وبيجي هو بده يعلمني، ما بده ياخذ مني. صعب التعامل صعب معه. التعامل معهم، بس انا بقنعهم بسهوله لانه عندي يعني الدوره مبنيه على اسس علميه، مش دوره هيك يعني دغري بيقتنعوا. بس لما بيجي شخص عن يعني مطبوع بنمطيه معينه مش قادر يتخلص منها، كان من ناحيه الصوت ولا من ناحيه الكتابه ولا من ناحيه التقديم، هون في صعوبه معينه. هلا في سهل أكتر تتعامل مع أشخاص خام، يعني خريجين جامعة جديد ولا حابين يدخلوا مجال التقديم الإذاعي والتلفزيوني، هون بيكون يعني بيكتسب منك كل شيء وما بيعارضك. نعم. بس لما الشخص يلي بيكون عنده خبرة بيعتبر حاله أنه هو، وخاصة إذا كان معروف ببلده. ما هذا بدي أقول لك، إذا كان عن جد ببلده معروف أو وجه يعني العالم بتعرفه وله فترة بالوسط، يمكن يعتبر حاله أنه هو يلي مقابل ذلك. في كتير من المذيعين المعروفين جدا بالعالم العربي، ما لح أذكر أسماء هلا حتى لما أحرجهم، هني طلبوا ياخذوا دورات معي، دورة مثلا دورة بتركيز الصوت. بس مثلا في مذيعة معروفة بالعالم العربي قالت لي: فادي أنا بشتغل صار لي كذا سنة، بس أنا بالفطرة صوتي حلو وبقدم حلو، بس بدي أعرف ليه، منين جاي هالتقديم الحلو، بدها تعرف تستعمله يعني. لا عندها بتقدم صح. نعم. وكذا، بس بدها تعرف التقنيات حتى لا تعرف الصح من الغلط. في كتير مذيعين بالعالم العربي معروفين أخذوا دورات معي، وكانوا يعني مش كانوا إنه جايين منش من خلفية إعلامية، وحابين يطوروا نفسهم ويعرفوا الصح من الغلط. نعم. فهذه في هيك إعلاميين بيلفتوك يعني، حتى لو مش هن أجوا لعندك أو ما صادف إنهم شاركوا بفورم أنت اشتغلته، بيرفتوك بتقول هيدا الانسان يعني عبالي قل له هالتب او عبالي اعطيها النصيحة. في كتير اعلاميين بيلفتوني بس ما تطلب مني اسماء. سبقتك ايه، ما تطلب مني اسماء. في كتير اعلاميين بيلفتوني، هل هن بيشتغلوا عن بس خبرة ولا بيشتغلوا عن دراسة ما بعرف، بس في كتير اعلاميين صحيح بيلفتوني. بس بدي اقول لك شغلي، العمل الاعلامي صعب جدا، يعني ما في حدا بيقدم نشر مدة ربع ساعة ولا نص ساعة من دون ما تمر هفوة يعني. بس أنا دايما بقول يعني إنه واحد يغلط مرة كل 10 دقايق مش مشكلة، بس إذا بيغلط 10 مرات بدقيقة مشكلة. هون المشكلة كتار هن بالعالم العربي هالأشخاص اللي بيغلطوا بدقيقة 10 مرات. في كتير. ليش؟ في بعض المذيعين أو المذيعات مش شايفين من الإعلام إلا الشهرة والجمال،
بس لما تبقى جاي المذيعة بس شايفة شكلها شو بتقدم مش مشكلة. وحتى يعني من بعد هالدورات خاصة دورات الصوت اللي بعطيها بتعرف انه في بعض الأحيان الجملة مكتوبة بنفس الطريقة تعطيها ثلاث معاني مختلفة أو أربع معاني مختلفة، ممكن معنى لنفس الجملة يكون مخالف تماماً، تغير معنى الجملة بس بمجرد تقديمها بالشكل غلط. هلا ما رح أدخل بالتفاصيل هذه الدورة التدريبية طبعاً. إذا بدي أحكي كمان عن الأشخاص المبتدئين بالدورات التدريبية يلي أنت مختص فيهم، دورات تركيز الصوت والإلقاء، أول ما يجي الشخص لعندك شو بتقول له؟ كب شو؟ أي يعني هيدي بعاد عنها. ايه بيجي بطلب منه يكون خام، يعني المعلومات اللي عنده قبل يحطها برا، يعني لحتى تنحط هالهوية بكل شخص، لأنه كل شخص مختلف عن صح الآخر. صح صح، وكل شخص بيتطلب شغل معين، يعني مش كلنا، مش كل الأشخاص بحاجة لنفس الشيء بالتدريب. نعم، فهذه أنت على صعيد الشخصي وقت تقوم بتدريب هالكم من المذيعين والمذيعات، شو بيعطيك هيك ساتيسفاكسيون بيرسونيل؟ شو بيعكس عليك؟ شو بتحس انه الانجاز اللي اشتغلته؟ وين باي مرحله بتحس انه ايه انا تركت بصمه وخلقت هويه بهالمكان؟ انا بنبسط كتير 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 لما باخر الدوره بطلع بنتائج. في كتير مش كتير يعني، في بعض الاشخاص يلي اخذوا دورات معي من بعد على اثر هالدوره انشهروا. في بعض الأشخاص إجوا مغمورين من بعد ما تابعوا، مثلاً في أنا عم بتقلي مختص بالصوت، صحيح مختص بالصوت بس مختص بغير شيء فيما يتعلق طبعاً بالعمل الإذاعي طبعاً. في مثلاً في دورة اسمها إعداد وتقديم البرامج الإذاعية قدمتها، إجا شخص أخذها، هلأ صار مشهور كتير بالعالم العربي يعني، بس بمجرد أخو صار مشهور. أنا فخور بهيك أشخاص يعني، أنا بنبسط كتير كتير لما من بعد دورة التدريبية مثلا بيكتبوا لي أشخاص هني ساعدين باللي تعلموه بالدورة. هيدا يعني مفروض الشخص بتتابع الأشخاص اللي بتشتغل معهم، يعني إذا شخص بتحبه ونجح وصار من المشهورين بالعالم العربي مثلا وشفته ببرنامجه أو بمكان إعلامي معين بدي له بتقول له هون؟ لا أنا ما بيخد مبادرة، هن بدهم يحكوا. في كتير أشخاص بيقولوا لي الله يخليك فادي اسمعني بالنشرة الفلانية، اسمعني بالبرنامج الفلاني واعطيني رأيك، هون بعطي رأيي، بس أنا لا أتطفل وأعطي رأيي هيك من دون ما يطلب مني. لا فادي في مشاريع قائمة، أنا عارف هلأ أنت قادم على تدريب الجسم الإعلامي لقناة جديدة رح تفتح تلفزيون، على بواب هيك مشروع، شو كيف بتكون تحضيراتك أنت؟ يعني شو بتكون، شو الهاجس اللي بيكون عندك؟ إنه أطلع بنتائج، أطلع بنتائج من التدريب. هلأ القناة يلي عم تحكي عنها طلبت مني درب كل المذيعين يلي بدو يطلعوا بالنشرات بالتقارير بالروبورتاج، نعم. كلهم بدو حتى لا يخلقوا هوية واحدة. بتعرف الصوت هو أحد عناصر هوية المحطة الإذاعية، الصوت والجينجلز إلى آخره. بالناحية التلفزيون في عندك الصورة، في عندك الصوت، في عندك التقديم، في عندك أسلوب التقديم إلى آخره. هيجسي إنه أطلع بنتائج دائما من بعد كل دورة. الإعلامي فادي مطر، أنا بدي أشكرك، تشرفت بوجودك معي بهالصبحية ببرنامج صباح لبنان، وموفق وشكرا هيك على طلتك يعني بين سفرة وسفرة قدرنا ربحناك معنا بصبحيتنا. شكرا لك. أنا بدي أشكرك شادي، بدي أشكر تلفزيون لبنان وبالتوفيق، وأنا حابب كتير الطلة الجديدة. ما رح يخد تقييمك على الهواء، رح يخده تحت الهواء. شكرا لك الإعلامي فادي مطر. مشاهدينا لهون حلقتنا وصبحيتنا بتكون خلصت، بكرة حلقة رح نعلن من خلالها عن أسماء الرابحين بالمسابقة الرمضانية الخاصة آيباد لابتوب وتلفزيون. بانتظاركم تابعونا لنعلن عن أسماء الفائزين، والجمعة حلقة خاصة بمناسبة عيد الجيش اللبناني. شكرا لمتابعتكم، وإذا عبالكم تغيروا شيء بحياتكم بعد في وقت. إلى اللقاء.